مساء الخير. خبر اليوم النهاردة من أسبانيا، حيث ذكرت أكبر صحيفة أسبانية اليوم أن بقاء المشير عبد الفتاح السيسي محتفظا بمنصبه في حكومة محلب كوزيرا للدفاع بيؤكد من وجهة نظرها عدم ترشح السيسي للانتخابات الرئاسية. قالت رغم أن الرأي العام في مصر عاوز السيسي رئيس، أو أن الشخص اللي يبقى يتولى منصب رئيس الجمهورية يكون عسكري، وقالت ان دي مشكلة هتقابل المؤسسة العسكرية. الصحيفة الاسبانية قالت انكم هتتأكدوا ان السيسي فعلا لن يترشح للرئاسة خلال ايام قليلة قادمة. لا تعليق على هذا الخبر الا بجملة واحدة بتقول ايه في المثل الشعبي بتاعنا، يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. مساء الخير. المهندس ابراهيم محلب داخل سخن قوي على الشغل ومشمر دراعاته، ودي اكيد حاجه حلوه ما ننكرهاش، لدرجه ان هو طلب من وزراء حكومته انهم ينزلوا الشارع بين الناس وما يقعدوش على مكاتبهم زي ما كان هو بيعمل ايام ما كان وزير الاسكان. دلوقتي كل ما نتصل بوزير او بمكتبه يترد علينا ويتقال لنا معالي الوزير في جوله في الشارع. طبعا قلنا ان ده توجه جيد، بس عاوز أقول إن ده عمله بعض رؤساء الحكومات، بل إن رئيس الجمهورية الأسبق مبارك بدأ أعوامه الأولى في الحكم بعمل زيارات مفاجأة، لكن كنا بنلاقيها من كتر إنها مفاجأة منشورة في الجرايد تاني يوم. كمان عندك رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق كان بيلف على وزرائه في مكاتبهم. إذن الفكرة مش جديدة، الجديد فيها هو إن رئيس الحكومة بنفسه بيطالب الوزراء انهم ينزلوا الشارع علشان يشوفوا هموم الناس على الطبيعة ويحاولوا يحلوها. وبصراحة الفكرة لحد هنا ناقصة شوية ملح، شايف ان ناقصها حاجات كتيرة علشان تكمل وتأدي الغرض منها. ازاي؟ شوف يا سيدي، اول هام مفروض زيارات الوزراء ونزولهم الشوارع لازم تكون مفاجأة بجد بحق وحقيقي، واكبر دليل على مفاجأتها انها زيارة مفاجأة انك ما تلاقيش صور الزيارة منشورة تاني يوم في الجرايد. تاني هام غالبية زيارات الوزراء مش عايزها تكون داخل القاهرة الكبرى واسكندرية بس، احنا محتاجين نشوف الوزراء في كل مكان في مصر، في سيناء، في مطروح وغيرها من المحافظات البعيدة قبل القريبة. تالت هام علشان الزيارات دي تجيب نتائج كويسة يبقى لازم كل محافظ في محافظته يساعد الوزير اللي جايله. لكن بصراحة الأداء العام لمعظم المحافظين الموجودين دلوقتي دون المستوى، والناس بتشتكي يا باشمهندس محلب من أداء المحافظين، وبناء عليه مطلوب إجراء حركة تغيير محافظين سريعة جدا. رابع هام مطلوب في اجتماع مجلس الوزراء الاسبوعي ان كل وزير عمل زياره يعرض زيارته الاسبوعيه ويقدم بها تقرير لمجلس الوزراء، ولازم نتاكد ان في قرارات اتخذت لحل المشاكل اللي طالحها الوزراء على الطبيعه. وبعدين لازم يطلع عن الحكومه بيان يطلع القرارات اللي حلت بيها مشاكل الناس بعد ما رفعها الوزراء لمجلس الوزراء. شفتم فكره نزول الوزراء في الشوارع حلوه ازاي؟ بشرط انها تتطبق صح. حضراتكم معايا في الكلام ده ولا لا؟ مساء الخير. النهارده عندنا حلقه دسمه جدا جدا جدا، عندنا بعد شويه لقاء مع سمير أبانوب، الراجل المصري العالم المصري اللي عمل التأمين الصحي لأمريكا. أنا هتصل بيه وهتواصل معاه علشان يقول لي إزاي أوفر تأمين صحي لكل مواطن على أرض مصر، لأن التأمين الصحي اللي عندنا ده فنكوش، والعالم المصري ده اللي عمله في أمريكا
ليه ما نقدرش نعمله في مصر؟ عندي كمان حوار هنا في الاستوديو مع مساعد وزير الخارجية لشؤون القنصليات علشان يجاوب لي على سؤال مهم، ليه المصريين بيتقتلوا في ليبيا؟ وإمتى المصري يلاقي كرامته محفوظة في الخارج؟ كمان عندي فقرة تالتة مهمة جدا مع مسؤول بوزارة التربية والتعليم وجاي يكلمنا النهاردة عن المناهج المحذوفة وده هيأثر على مستوى الدراسي لولادنا ازاي. وفي الآخر عندي فقرة مهمة جدا بس خلوها مفاجأة لنهاية الحلقة. الموضوع اللي عاوز أعلق عليه النهاردة إن احنا وسط الفوضى السياسية والخمس تلاف تحالف والمليون ائتلاف اللي زادت قوي عن الحد اللي هي حكاية التحالفات الأحزاب دي اللي بياخدوا مواقف عنترية وبيطلقوا أمراضهم النفسية وعقدهم السياسية على كل المصريين. الأحزاب والائتلافات دي بصراحة الحكاية زادت عن حدها وبوخت قوي وبقى دمها تقيل، ولو ده دور بتلعبه الأحزاب الكرتونية دي علشان تهبش في اللي زعل السلطة أو تطبطب على اللي بينافقوا السلطة بصراحة ده بقى دور هابط ومفقوس، علشان احنا بنشوف نفس الوشوش دي من أيام مبارك بتلعب نفس الدور بتنافق السلطة. أحزاب لما يكلفوها بالتمثيل إنهم بيعرضوا النظام علشان الناس تقول عندنا معارضة بيألفوا شوية مواقف، ولما يتقال لهم هجموا فلان أو اهبشوا في فلان تلاقيهم بيقوموا بنفس الدور وبيهاجموا، مش مجرد ناس كده معدية في الشارع، ده لو اتقال لهم اعملوا عجين الفلاحة الأحزاب الكرتونية دي ولا نوم العازب مش هيترددوا. النهاردة أنا جاي أتكلم على حاجة إيه بقى؟ قال إيه 17 حزب عملوا تحالف بعيد عنك اسمه تحالف التيار المدني، بيطالبوا بإيه بقى؟ يطالبوا بعزل المستشار العلمي للرئيس عدلي منصور اللي هو العالم الشاب الدكتور عصام حجي. لحد كده هعديها بس هات يا تقطيع في الراجل، وعمالين يشتموه ده طابور خامس زرعه البرادعي في جسم الدولة، وهات يا تشكيك ليه؟ لأن العالم ده طلع دكتور عصام حجي وقال رأي في اختراع الجيش بتاع فيروس سي. طب ايه يعني ده عالم؟ إذا ما كانش العالم هو اللي يقول رأيه مين اللي يقول رأيه؟ مش مهم بقى نتناقش او نقول هل الكلام اللي قاله دكتور عصام حجي ده كلام منطقي ولا لا، مش مهم ان وزير الصحه نفسه قال امبارح ان الجهاز ده اللي اخترعه الجيش في جهات تحفظت عليه سابوا كل ده، مش مهم ان الوزير لسه هيقعد مع الفريق الطبي بتاع الجيش عشان يقرر الجهاز ده كعلاج من عدمه. هنعمل نفسنا ان احنا مش واخدين بالنا عن الاستخدام السياسي للاختراع اللي عالج واحد مريض بالايدز قدام عينينا. المهم إن عصام حجي اللي كنا بنحكي ونتحكى بيه ونقول ليه مصر مش بتستفيد بولادها على طول يروحوا واخدينه وهات فيه يشتمه، ومطلوب منه بس إن هو يقول الكلام اللي يعجبنا، وإذا قال كلام ما عجبناش يبقى طابور خامس، يبقى خاين، يبقى عميل، وبياخد تعليمات من أمريكا. بصراحة ده كلام يقرف. قولولي مين كان ليه قيمة عندنا وبنوقره قبل الثورة احنا ما دمرناهوش، ما دمرناش سيرته بعد الثورة. احمد زويل قلنا عليه جاي يدمر البحث العلمي في مصر لحساب اسرائيل، فاروق الباز قلنا عليه بيبيع الوهم ومشروعه مسروق، البرادعي طابور خامس، ده حتى مجدي يعقوب تخيلوا طلع له ناس متخلفة وحرموا التبرع لمستشفاه اللي هو بيعالج فيها اطفال مصر. طيب لو انا مغترب مصري وليا قيمة بره بلدي وبلدي احتاجتني ان انا ارجع ليها، ينفع ان انا ارجع علشان اتشتم من شوية كوميسيونجية سياسة من احزاب كانت مصنوعة في اجهزة امن، احزاب ليس لها قيمة ولا لازمة تقف وتشتم، احزاب في اخر انتخابات محققتش رجل كرسي في مجلس الشعب والاسم احزاب وتحالفات، أحزاب ووجوه بتسافر سويسرا تقابل الأمم المتحدة. نفسي أعرف على حساب مين الرحلات دي، أنا عايز أسمع رأيكم في الظاهرة دي. هو كلنا بقينا مهددين بأن أي واحد هيقول رأيه مخالف للسلطة يطلع لنا شوية ناس كرتونيين موجودين من أيام مبارك متربيين في أوض الأمن ويطلعوا يهبشوا فينا، يهبشوا في علماء مصر. إحنا بالشكل ده مش هيعيش لنا عالم، مش هيعيش لنا أي قيمة في البلد دي.
انا عايزكم تتواصلوا معايا حضراتكم على التليفون، كلموني من اي تليفون ارضي على 0900 9900، او اتصلوا بيا من اي تليفون محمول على 1 3 7. عاوز اخد رايكم في قضيه مهمه، ايه رايكم في سياسه التخوين اللي ماشيه في البلد في الثلاث سنين اللي فاتت دي؟ مش معقول يا اخوانا، احنا مش قادرين نقدر قيمه الاختلاف، نختلف مع بعض، نختلف مع عصام حجي لا، لكن ما نخونوش. كلامي صح ولا غلط؟ خليني ارحب بضيوفي في الاستوديو النهارده، بشكر حضراتكم على تشريفكم ليا النهارده، وعايز اتواصل معاكم وعايز ابدا اخد ارائكم. مروان عناني اتفضل، المايك لاستاذ مروان. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا حبيبي. هو حضرتك اثرت موضوع الاحزاب الكرتونيه، انا شايف ان المشكله في قانون تاسيس الاحزاب، يعني الوضع قانون تاسيس الاحزاب ما رعاش، هو حط بنود ونقط بس ما رعاش ان يحط نقط ضروريه مهمه جدا ان تاسس حزب قوي. فانا سؤالي لحضرتك، حضرتك دلوقتي لو اخترت في لجنه لوضع قانون تاسيس الاحزاب، ايه اهم البنود او الكرايتيريا اللي حضرتك هتحطها عشان تبقى الاحزاب فعلا قويه ويبقى ليها دور كويس في المجتمع؟ هو الحزب لازم اساسا يجي من الشارع، يعني حركه شعبيه هي اللي تعمل الحزب، زي حزب الوفد لما اتعمل سنه 19، لكن مش كل واحد معدي لي كده وبيقدم لي على طلب بدي له حزب. يعني عندنا احزاب انا مش عارف وصلت كام، و70 ولا كام و80 يعني، بس انا بناقش مع حضراتكم فكره التخوين. استاذ محمد عزيز. مساء الخير. مساء النور. انا كلامي هيبقى تعقيب على كلام مروان، ان احنا من 2011 لحد النهارده 3 سنين شفنا ظهور احزاب كتير وائتلافات و مفيش اي اتجاه واضح ليها، يعني ما شفناش اجنده واضحه او هدف ان انا مكون الحزب علشان احل مشكله من مشاكل البلد اللي اوريدي موجوده كتير. اللي شفناه بدل كده ان ما بلاقيش غير تخوين زي ما حضرتك قلت، اعتراضات على الفاضي وعلى المليان سواء مع النظام او ضده. فهل احنا محتاجين فعلا نراجع نعيد النظر في اجراءات او شروط تشكيل الحزب انها تتضمن الاجنده او هدفك ايه من تشكيل الحزب، مش بس ان انا جاي من حزب زي ما حضرتك قلت من جاي من الشارع او من المجتمع؟ معاك. السؤال يوجه للجنه اللي بتاسس الاحزاب او بتدي الترخيص. هاخد استاذ علي الكردي، رايك ايه في سياسه التخوين اللي ماشيه في البلد دي؟ ما ينفعش، مش هتقوم بلد حضرتك. بس المهم في الاول الحزب اللي انا من رايي يعني الحزب اللي ما يقفش جنب الحكومه ويساندها ويعارض في الفاضي والمليان المفروض يتلغي. ده من رايي. ده اللي انا شايفه، غير كده مش هينفع. انا منتظر حضراتكم تتواصلوا معايا في البيوت وعاوز اسمع رايكم، ايه رايكم في سياسه التخوين اللي ماشيه في البلد؟ خليني اخد استاذ حسن من الاسماعيليه. اتفضل استاذ حسن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد علي؟ خير يا محترم. الله يخليك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انت راجل محترم وكلامك كله صح وما فيش غلطه. طب ايه رايك يا استاذ حسن؟ يكتر من امثالك في البلد يا ريت. الله يخليك. ايه رايك في سياسه التخوين اللي ماشيه في البلد بدل ما نختلف مع بعض؟ والله يا باشا ما عجبنا حاجه، وانا هنقعد بعد المكالمه دي مش مشكله. مش عجبنا والله، احنا عاوزين ناس تنقل هم البلد فعلا وتعمل فعلا، واللي ما يشتغلش يقعد في البيت في غيره اولى منه. نعم. بشكرك استاذ حسن، وعاوز تواصل حضراتكم اللي بيشوفوني دلوقتي كلموني من اي تليفون محمول على 1 3 7. وهاخد استاذ مصطفى من القليوبيه. اتفضل استاذ مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك يا حبيبي، ايه رايك في سياسه التخوين اللي ماشيه في البلد؟ والله يا فندم دي حاجه بقت يعني حاجه بقت مخ خانقه يعني بصراحه لكل الناس اللي موجوده. لما اقدر اخون واحد زي الدكتور مجدي يعقوب امال هصدق مين؟ ولما اجي اخون الناس اللي هم العلماء بتوعنا الدكتور احمد زويل والناس دي اصدق مين؟ وحتى كمان الاختراع اللي هم اخترعوه اللي هو الجيش اخترعه، حتى لو هي حقيقه او مش حقيقه، ايه المشكله ان احنا يبقى عندنا امل وعندنا طموح ان حاجه زي دي نمشي وراها؟ ايه المشكله ان هي ممكن تبقى حاجه كويسه بالنسبه للناس وتفيد الناس وتفيد البشريه؟ ايه المشكله؟ ليه انا اعمل كده؟ بس فاللي انا عايز اقول لحضرتك ان لازم حضرتك تحط وقفه، او الناس اللي موجوده تحط وقفه للناس اللي بتخون على طول. ولا ايه رايك سعادتك؟ بشكرك استاذ مصطفى، وخليني اخد استاذ محمد طاهر. عايز حضرتك تعلق لي على سياسه التخوين دي. مساء الخير. مساء النور. انا شايف حضرتك ان الاحزاب والتحالفات الموجوده اليومين دول بتمثل مراهقه سياسيه،
لأحزاب ملهاش أي شعبية ولا لها أي دور على الأرض، كل هدفها هو الشو الإعلامي فقط لا غير. يعني كل اللي بيقدموه ده مجرد شو رغبة إعلامي في فقط لا غير. بس لكن شايف إن إحنا من حقنا نختلف على الاختراع اللي نختلف وإحنا محترمين بعض بدون التشكيك في بعض. نعم أنا معاك، أتمنى تكون الرسالة وصلت إن إحنا نبطل تخوين. خلينا التقرير يا شباب بتاع المنوفية جاهز؟ طيب هنطلع دلوقتي حالا فاصل نشوف فيه تقرير مهم من المنوفية وارجع لكم بعديه ونعلق عليه. محاولة لتطوير صناعة السجاد في مدينة سقيف أبو شعرة في المنوفية، أوفى المركز التكنولوجي بوعده وذهب في الميعاد الذي تم تحديده من خلال برنامج مساء الخير. عايزين تصميمات جديدة تواكب الذوق العالمي، عايزين رفع كفاءة منتج عشان نقدر ننافس، عايزين وحدة تشطيب، عايزين مسبغة. متطلباتي ان الحكومه توفر لنا طرق تسويق وده سهل جدا، توفر لنا معارض داخليه وخارجيه بحيث ان احنا نعرض منتجنا حتى لو من خلال الحكومه، مش لازم ان انا كممثل او صاحب مصنع ان انا اروح اعرض منتجي بس الاقي حد بيعرض المنتج. اول خطوه ايجابيه جديه هتخرج من هنا هتعملها عشان تطور الصناعة دي؟ يمكن هنكون كلاستر صغير عشان خاطر يعملوا فينيشنج كويس مبني على أساس علمي للمنتج بتاعهم عشان يقدر ينافس الجودة بتاعت الخارج. اتفقنا معهم على بعض النقط المهمة، منها ان احنا مثلا هنديهم حاجات معينة في التدريب، هنحاول نرسم لهم برنامج بحيث ان احنا نعمل لهم مغسلة علشان ما يلجأش ان هو يغسل بره، بنديهم بعض الخبرات الفنية في الشغل ان هم يعملوا حاجات معينة في الخامات قبل ما يشتغلوا عشان ما يحصلش ستيننج حتى لو هو غسل بره. ان شاء الله نحاول نعمل لهم دراسة جدوى المسبغة الصغيرة. احنا بنشتغل عشان تطوير صناعة السجاد، مش بس بنشتغل على التصميمات، احنا بنجيب مصممين سواء من مصر او بره مصر عشان يطوروا لنا الصناعة، بالإضافة أن احنا بنتعرف على الأسواق الدولية عشان نعرف احتياجاتهم. الاستماع إلى مشاكل القائمين على هذه الحرفة ودراسة متطلباتهم هو الهدف الأول من الزيارة، وفي انتظار أن تكون هذه القرية من أفضل أماكن صنع السجاد في العالم. سهى رضا، برنامج مساء الخير. من كام يوم عرضنا على حضراتكم تحقيق نزلنا صورناه من قرية ساقيت أبو شعرة، وأنا كنت هناك وصورنا مع القرية اللي عدد سكانها تقريبا 33 ألف نسمة شغالين على صناعة السجاد اليدوي الحرير، وقلنا أن في مشاكل بتقابل هذه الصناعة. أسعدنا طبعا أن تهتم وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة وحددوا يوم 3 مارس ونزلوا النهاردة وتواصلوا معنا وبعتنا الكاميرا وحضراتكم شفتوا هذا التقرير. خليني أن أنا النهاردة أرحب بالمحافظ المنوفية دكتور أحمد شيرين فوزي ونتكلم في هذا الموضوع. مساء الخير سيادة المحافظ. مساء النور يا فندم. مساء النور. كل سنة وانت طيب. صحة السلامة يا فندم. قرية ساقيت أبو شعرة حضرتك تعرفها وعارف انها مشهوره بصناعه السجاد اليدوي الحرير. تمام. هذه القريه احنا عرضنا ليها تحقيق هنا في البرنامج وقلنا ان عندها اكتر من مشكله، مشكله صرف صحي، عايزين ميه، والكهرباء بتنقطع لانهم بيعملوا صناعه تقدر تتصدر للخارج، بل فعلا بتتصدر وتجيب عمله صعبه. ايه دور المحافظه في هذا الموضوع؟ حضرتك كنت عرضت عليهم انقل القريه كلها مدينه سقيت واعملها قريه نموذجيه، بس انت عارف احنا كمصريين ما بنحبش نسيب الارض بتاعتنا، لكن ان شاء الله هي داخله في الخطه بتاعت سنه 2010 2015 بالنسبه للصرف الصحي. كانت ان اكبر تحديات عندنا في المحافظه هو الصرف الصحي، مش على مستوى قريه ابو شعره، ده على مستوى المحافظه كلها او يمكن وسط الدلتا. مع حضرتك احنا 315 قريه، يمكن في حوالي 130 قريه ما وصلهمش صرف صحي. طب عفوا سياده المحافظ، الاسهل ان انا اعمل لهم صرف صحي ولا ان انا انقل القريه 33000 نسمه؟ لا انا كنت عايز اخد اعملها، دي قصدي قريه نموذجيه، كنت عايز اعمل قريه نموذجيه بالنسبه للصناعه، ان هي مش مجرد شقره اللي هي عشان السجاد
الحرير او سجاد الصوف وكلام ده، في بعض الصناعات اللي هي الصدف وصناعات الخزف وصناعات بعض الفخارية، يعني في كرة عندنا ما تكررش على مستوى مصر، ويمكن بالذات اللي هي سجاد الحرير ده على مستوى يمكن تقارن بالسجاد الايراني. طب وليه حضرتك ما تعملش محافظة المنوفية كلها تبقى قرية واحدة لصناعة السجاد، تقوم على صناعة السجاد؟ لا مش حضرتك دي، هم دي اجيال ياخد بالك، بالنسبه للقريه دي حضرتك بالصرف الصحي احنا دخلناها في الخطه، وان شاء الله يمكن الخطه بتاعت 14 15 هتكون تقريبا امتى سياده المحافظ؟ 14 15 ان شاء الله 2015 يعني 14 15 ان شاء الله السنه الجايه. السنه الجايه. طيب حضرتك عرفت بعد احنا ما عرضنا هذا التحقيق وكنا بنطالب ان المحافظه تساند او الحكومه، عارف حضرتك ايه اللي حصل؟ الضرايب نزلت للقريه، يعني بدل الدوله ما تساعد لا الضرايب نزلت، والناس بيشتكولي بيقول انت جيت تنقذنا بعت لنا الضرايب. انا اول مره اسمع كده الضرايب، والضرايب نزلت ليه؟ عشان موضوع السجاد يعني والكلام ده؟ لا ما اعتقدش. وحضرتك ممكن تسمع من عم مسعد عمران من اهل القريه معانا على التليفون، يعني عشان بس تحل لهم هذه المشكله. اتفضل يا حاج مسعد. حاج مسعد مساء الخير. الو. اهلا مساء الخير يا فندم. عايز اعرف ايه اللي حصل لما عرضنا التحقيق، انا عدد كبير من الاهالي اشتكولي وقالوا لي انت عرضت تحقيق من هنا بدل المحافظه او الحكومه ما تساعدنا الضرايب جات لنا، قالت انتوا عمالين تكسبوا قد كده زي ما جه في التحقيق. والله هو الموضوع ده مش انا ما لمستوش، يعني ما شفتش حد اشتكالي فعلا، بس هو انت كل تعليقهم على موضوع ان مشروع ب 10,000 جنيه يعمل 1500 جنيه. ما هم الضرايب نزلت بقى، الضرايب نزلت قالت لهم انتوا بتكسبوا ازاي اعدي لكم اعفاء؟ هم اعتراض الناس على كده، وممكن يكون حد نزل لهم، بس انا ما حدش نزل لي من الضرايب فعلا. مش معنى ما حدش نزل لك انه ما نزلش لحد غيرك. ممكن يكون نزل لحد غيري، اما ما حدش جاي. طيب انا معايا سياده محافظ المنوفيه على التليفون وبيقول انه هو هيحل مشكله الصرف الصحي محطوطه في خطه في خلال عام من الان. واحنا لما قابلناك قلت لي احنا عندنا مشكله انقطاع تيار كهربائي وعندنا مشكله صرف صحي. والله احنا عندنا مشكله صرف صحي لان المغسله طبعا مواد كيماويه والمسبغه مواد كيماويه، مش معقول هصرفها على تحت ولا ارميها في الشارع، فدي مشكله جدا. دي حاجه موقفانا. مشكله الماكينات اللي بتشتغل بالكهرباء اللي هي مكن القص ومكنه الغسيل، الكهرباء ضعيفه جدا ما بتشتغلهاش، فدي مشاكل المفروض تتحل. طب ما انا بقول لك معايا على التليفون سياده المحافظ، بتقول له ده مباشره واتفق معاه على ميعاد تروح له يحل لك مشاكل على ارض الواقع. طب الصرف الصحي محطوط في الخطه، طب الكهرباء؟ الكهرباء انا مش عارف الكهرباء تتحل ازاي، احنا مش متخصصين ومتخصصين. ما انا بسال سياده المحافظ، معايا دكتور احمد شيرين. ايوه يا فندم مع حضرتك. دكتور أنا هو اللي خلي الحاج يجي اتفضل يجي لي المكتب الاسبوع الجاي ونشوف المشاكل دي على الواقع احسن. طيب وخلينا اتواصل معاك سياده المحافظ الاسبوع الجاي واشوف حضرتك عملت ايه في هذا الموضوع. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على مداخلتك وبشكرك يا حاج مسعد. هنطلع فاصل وبعد الفاصل نفتح اول ملفاتنا في حلقه اليوم، التامين الصحي. ليه ما يبقاش عندنا تامين صحي لكل مواطن مصري زي بلاد بره؟ مساء الخير. في جملة بنرددها دايما بينا وبين بعض، ان الفقير في بلدنا لما يعيا ملوش علاج، مفيش حد بيسأل عنه. امتى الفقير في بلدنا لما يمرض يلاقي له نظام تأمين صحي يوفر له العلاج وبأسعار معقولة حتى لو ما معهوش فلوس؟ هتيجي تقول لي ما احنا عندنا هنا تأمين صحي، هقول لك لا احنا ما عندناش تأمين صحي، احنا عندنا اخر حاجة ممكن تسميها عليه تأمين صحي. احنا النهاردة هنتواصل عبر التليفون الدولي مع واحد من اكبر الخبراء في العالم في منظمة الصحة العالمية، بيعمل ايضا استاذ ومستشار للإدارة الصحية الدولية، وهو واحد من اللي ساهموا في وضع نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة الامريكية، لدرجة ان الرئيس الحالي الامريكي اوباما بعت له خطاب شكر. ده ضم 41 مليون امريكي لمظلة التأمين الصحي. ازاي الراجل ده ما نستفدش منه؟ ازاي الراجل ده ما يجيش مصر واحنا نقول له اعمل لنا يا دكتور سمير نجيب بنوب
تصور للتأمين الصحي عندنا، معقولة خبراءنا وعلماءنا برا ما نستفدش منهم، ولا لما يجوا هنقعد برضو نخونهم ونشتمهم؟ خلينا على طول أدخل في الموضوع وأتواصل مع دكتور سمير بنوب. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذ محمد، أهلا وسهلا. بشكرك على أن أنت خصصت لنا الوقت ده النهاردة. وأنا بشكرك عشان بتديني المجال أتواصل مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بتوعك. عاوز أعرف منك رأيك في نظام التأمين الصحي الحالي في مصر بعد 50 سنة من تطبيقه. ممتاز. هو لازم ناخد الموضوع لو سمحت لي في سياق البلد والقطاعات بتاعتها. والقطاع الصحي من ضمن قطاعات البلد، معروف انه اللي عندنا عموما انه التخطيط الجيد غير وارد، والمعلومات اللي تدي للتخطيط برضو يا غير متوفرة يا غير منضبطة. حاجة تانية، عندنا سلطة الفرد، يعني يجي وزير في غياب خطة طبعا يقدر يقلب الصفحة ويغير خطة تانية او ياخد قرارات ويغير المرؤوسين ونبتدي. ولذلك احنا بس بعد يناير عندنا دي الوزارة الستة لغاية دلوقتي. نعم. وعندنا فساد ما نقدرش ننكره، ما هوش بس الرشاوي او التربح، برضو الوسطة والمحسوبية والحاجات دي الاسباب اللي بتؤدي الى نظام تأمين صحي فاشل جزء وفير منها. نعم. ولذلك التأمين الصحي احنا اقدم دولة في المنطقة بدأ التأمين الصحي، واخر دولة هتوصل له بالطريقة اللي حضرتك يعني تتمناها طالما ان احنا ماشيين في نفس السكة. طيب. لو جينا مثلا، يعني انا متابع اخبار مصر كويس قوي ويوم بيوم رغم العرب في امريكا هنا. وبنكلمك من امريكا ما شاء الله يعني. لا ما انت عارف يعني المصري ما تقدرش تشيل منه مصر. انا من 2010 عمال اكتب على هذا الموضوع في الجرايد والمجلات، وقابلت كافة الوزراء وتحطيت على يمكن لجنة التأمين الصحي بعد الثورة وسألت تاني يوم. مفيش نية حقيقية لعمل تأمين صحي زي اللي بنعمله في بلاد العالم كلها. في نية ترقيع أو خدمة مصالح خاصة. ولذلك لو سمحت لي يعني رسالة من خلال برنامجك العظيم اللي هو ما بين مشاركة جمهور وتليفونات، والحقيقة أنا معجب بيه. ده حضرتك متابعني بقى، ده احنا لسه أنا متابعك لأن أنت ابتديت من يناير وأنا معجب بالبرنامج ده جدا. أشكر حضرتك. أولا دي وزارة ما هياش جديدة، دي فيها 20 وزير قديم والباقيين أغلبهم وكلاء وزارة، إذا أنت عايشهم مع المشاكل الحالية قابلوها أو كانوا جزء منها. فتغيير الوزارات مش هيعمل للبلد حاجة، يبتدي بقى تغيير الأسلوب. تغيير الأسلوب ايه؟ اجي اقول انا في 2014 وبعد البلد ما عطلت 4 3 سنين هسمي 2014 عام التخطيط للإصلاح. لازم كل الوزارة تقعد تخطط. انت اتفضلت سعادتك في موضوع النزول في الميدان والشوارع، قول لي بس لو وزير التربية نزل وزار 20 مدرسة هيوقف الدروس الخصوصية؟ لا. لا، لو وزير الصحة نزل هيوقف التحويل من المستشفى للقطاع الخاص؟ المشاكل اقعد وحلها من جذورها من خلال المعلومات. لو انا عاوز حاجات من الميدان في طرق علمية كتيرة قوي اني اجيب المعلومات من الميدان. طيب قول لنا حضرتك، مش اني امشي بزفة. طيب هتوقف بس دكتور سمير، ازاي نعمل نظام تأمين صحي شامل لدولة فقيرة وشعب فقير زي مصر وحضرتك استاذ في هذا المجال؟ التأمين الصحي حق للناس وكل بلد لازم تعمله، والمقصود فيه انه المواطن لا يواجه الفقر او الموت. فقر لو باع املاكه عشان يتعالج في القطاع الخاص، او الموت والمضاعفات لو ما لقاش العلاج الخاص.
فده سواء احنا بلد فقيرة او غنية لازم نعمل التأمين الصحي، وسبقتنا ليه بلاد كتيرة وعملناه في حتت كتيرة. ازاي نعمله واحنا داخلين على انتخابات رئاسة؟ ربما يكون في مرشح رئاسي بيسمعك دلوقتي ويطلع ورقة وقلم ويكتب وراك، يعني نفترض الخير. صدقني يا ما قلت ويا ما كتبت ويا ما نشرت. تفاعل في هذا البرنامج خير، علشان انا اسمي محمد علي خير. اه الموضوع يحتاج الى دراسة وافية والبعد عن الترقيع. الموضوع هياخد وقت وياخد سنين. اولا أيوة. عندنا نظريا 60% من السكان مؤمن عليهم تأمين صحي. نعم. الميزانية بينصرف عليها حوالي 4.5 مليار جنيه، اللي هي تقريبا 8% من اللي بيصرف على الانفاق الصحي. نعم. ما تقدرش تعالج 60% في 8%. يبقى اذا انت عندك قصور شديد في التأمين اللي على الناس اللي موجودة دلوقتي. اللي هم اصحاب يعني وظائف، اللي لهم رواتب، اللي لهم صاحب عمل بيدفع حصة، واقل فقرا واقل مرضا من ال 40% اللي انت عاوز تنشر عليهم. يبقى في الحالة دي ايه؟ لازم قبل ما افكر انشر على ال 40% اصلح ال 60%. ازاي؟ المنطق يقول لي كده، انما احنا بنرقع. يعني انا الاقي على الارض دلوقتي في مشروع تأمين صحي، ده اللي هو القرار ده، يمكن المسودة ال 15 اللي شفتها، الاقي مشروع العلاج على نفقة الدولة ده وصل لمليون ل 3 مليار جنيه عشان تعالج 1.5 مليون. مشروع تاني لسه بيتكلب له كحتت كده، 5 مليار جنيه لعلاج الفلاحين. مشروع تاني عليه 1.6 مليار لمشروع تأمين صحي يعني تجريبي في 3 محافظات جنوبية. ايه العك ده كله؟ ده يعني يدلك طبعا الحاجات دي وراها يا اما تسرع، يا اما استهداف اعلامي، يا اما اغراض، لان الناس بتاخد مكافآت ورواتب على هذه المشاريع ذات الميزانية المحددة. محدش قاعد يقول ننشر في وسائل طبعا تتنشر بيها التأمين. الناس حاليا الناس بتدفع 65-70% من تكلفة العلاج في مصر. طب انا دكتور سمير عايز برضو حاجة من التفاؤل اديها لأي مرشح رئاسي ممكن يكون سمعنا دلوقتي ويقول انا هعمل البرنامج بتاع دكتور سمير. البرنامج عاوز انه الناس تثق في العلاج، ومفيش تأمين صحي يمشي ب1% في الدنيا ولا 4%. لازم التمويل يجي من المشتركين، بس يبقى عارف انه هو ده المصدر الرئيسي له للعلاج. نعم. وبعدين ينشر على الناس ويبقى فيه اكتر من نظام يناسبها. نعم. النظام الحالي يتحول للمحافظات، مفيش حد في الدنيا يزير 90 مليون من القاهرة، ويتعمل في الإدارة المحلية اللي هي تراقبه وتزيد تمويله. الحاجات الغير ربحية زي النقابات والكلام ده يظبط التأمين. الأطباء والقطاع الخاص يبقى اشتراكهم فيه بيت اسلوب اخر غير الاسلوب التعاقدي الحالي. الموضوع يطول شرحه جدا. احنا بنعمل الحاجات دي، يعني اقول لك مثلا نظام التأمين الصحي اللي عمله الرئيس اوباما ده بقاله 10 سنين بيبحث، 10 سنين وقعدت البلد تشتغل فيه 1.5 سنة وتطبيقه على 10 سنين وتكلفته تريليون دولار مقارنة بعدد السكان. يعني قفش كده. وإذا جالي وزير وقال أنا هعمل تأمين في خلال كذا وحطبقه من أول يونيو وبتاع، أقوم أنا يا إما أرمي الجرنان يا أقفل السكة يا أتنكد يعني. طب لو طلب منك أنك تعمل لنا نظام تأمين صحي من رئيس جمهورية قادم توافق؟
لو طلب مني انا قلت اكتر من 1000 مرة. انا السنة اللي فاتت كنت في مصر وظهرت يمكن في 10 انترفيو شوز وقلت هذا الكلام، ومكتبة اسكندرية قلت هذا الكلام، وايام الحزب الوطني قعدت مع لجنة الصحة في مجلس الشيوخ والنواب ورفض الوزير انه يقعد معانا. انا عمري ما اتأخرت، انما الكلام اللي بقوله لحضرتك ده ما يخليش حد ابدا يقول لي تعالى، يعني انا بريحك. الكلام اللي انت شايفه حاليا في مصر ما يبشرش واللي قلته لك واللي قلته قبل كده. يعني لو رفع عليك سماعة رئيس جمهورية قادم مش هتيجي لبلدك؟ طبعا اجي جدا، بس بقول لك يا ربي المحيطين بي او اصحاب المصالح ما يتدخلوش في القرار. الفساد سيدي هو ابو البلاء. انا بشكرك دكتور سمير نجيب بنوب، كان معنا من الولايات المتحدة الأمريكية، وبنلقي إطلالة كده لأن علشان ما يجيناش أي مرشحين رئاسة ويجي يقول لك أنا أعمل لك مشروع تأمين صحي. ده العالم الجليل المصري اللي عمل أو أشرف على نظام التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، أوباما نفسه بعت له خطاب شكر. شفت بيقول لك أنا جيت كم مرة وقدمت كم مرة ولا حد لا اهتم ولا عمل أي حاجة. والأهم بيقول لك أن الفساد لا يزال موجودا في التأمين الصحي وفي ناس مستفيدة بده. والأهم كمان بيقول لك إن في عك مش عارف إيه، هنعالج على نفق الدولة بكذا وده بكذا وده بكذا. لما يجي الكلام ده بالمناسبة من دكتور سمير بنوب يبقى إحنا نحترم هذا الكلام لأنه مش جاي لك من واحد عابر سبيل. يعني خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل حوار ممتد حوالين المصريين وإيه اللي بيحصل لهم في ليبيا وإزاي الحكومة هتحمي رعايانا في الخارج. نطلع فاصل. لازم تعرفوا ان الحكومة مالهاش دراع عشان يتلوي. المشاهد اللي حضراتكم كنتوا بتشوفوها دلوقتي دي مشاهد المصريين الضحايا اللي قتلوا في ليبيا 7 وغفر الله لهم وألهم أهلهم الصبر والسلوان. ما زلت أنا متأثر بهذا الموقف اللي حاصل للمصريين في ليبيا، وبصراحة لا تزال مكالمة أو مداخلة الدكتور سمير بنوب مأثرة فيا، لأنه أنا كنت طمعان في هذه المكالمة انه يدينا امل ويقول يا خير خلاص هننزل ونعمل تامين صحي. الراجل بيقول لك كل اللي عندك في البلد في مظله التامين الصحي فنكوش، ولو عايز تبني تبني صح. اللي حاصل في ليبيا موضوع بيهمنا جدا وبيهم كل مصري، وتحديدا في مساء الخير. اللي حاصل في ليبيا وامتى المصري يجد احترام وتقدير بره؟ علشان كده بيشرفني النهارده معالي السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجيه للشؤون القنصليه والمصريين بالخارج. اهلا بك يا فندم. اهلا بيك، بشكرك على تشريفك لينا النهارده. انا بشكر حضرتك والبرنامج على تسليط الاضواء على ملف مهم جدا وهو ملف المصريين في الخارج. طيب خلينا نبدا باسئله حنينة الاول وبعدين نسخن. عدد المصريين اللي عاملين في ليبيا قد ايه؟ لا توجد احصاءات دقيقه، انما هناك اعداد تقديريه من واقع بعثاتنا الدبلوماسيه والقنصليه هناك. نتحدث عن يعني قرابة 1,000,000 أو أقل قليلا. كلهم داخلين بشكل شرعي؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. نحن نعلم أنه لم تكن هناك تأشيرات قبل الثورة في 25 يناير والثورة الليبية. تم استحداث هذا النظام نتيجة الظروف التي تمر بها البلدان،
وأصبح الحصول على التأشيرة شرط أساسي لدخول المصري إلى ليبيا ودخول الليبي إلى مصر. هناك بعض التسهيلات التي تقدم، على سبيل المثال كل يعني السيدات الليبيات يدخلون دون تأشيرات، يحصلون عليها في المنافس. السيدات الليبيات يدخلوا مصر؟ يدخلوا مصر. لا، أنا بتكلم على المليون مصري اللي بيعملوا في ليبيا واخدين تأشيرات دخول. لابد من الحصول على تأشيرات، وهناك أنواع مختلفة من التأشيرات، معظمها طبعا تأشيرات للعمل. وبمناسبة تأشيرات العمل بقى، أود أن أتوقف عند هذا الموضوع للحظة. للأسف خلال الشهور الماضية كان هناك تحايل من جانب بعض الوسطاء والسماسرة في يعني منح تأشيرات غير صحيحة، مزورة يعني. مزورة لعدد ليس قليل من الإخوة المصريين بحسن نية، يمكن في بعض الأحيان، والجهل والفقر بالتأكيد. نعم. بس أنا عفوا، لو أنا عندي مليون يبقى كم واحد غير شرعي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية؟ ما أقدرش أقول لحياتك النسبة، بس النسبة الأكبر شرعية. بالتأكيد. ولا ننسى أن هناك يعني مصاهرة ونسب بين أبناء الشعبين، فهناك نسبة كبيرة أيضا من الزواج المختلط بين المصريين والليبيين. هذه النسبة ليست قليلة، وزي ما بيحصل بين مصر والسودان وأي دولتين عربتين، السعودية واليمن وكده. بالتأكيد. خلينا أروح على طول لأزمة استهداف المصريين اللي حصل في ليبيا. السؤال الأول، هل في جنسيات عربية أخرى تعرضوا للقتل بهذه الطريقة الوحشية؟ لا، هو بس خلينا نتفق على يعني شيء مهم جدا. تفضل. أن العلاقات المصرية يعني الليبية علاقات تتميز بخصوصية شديدة. هي دولة جوار، عمق مهم للأمن القومي المصري، تمر بظروف استثنائية. ليبيا منذ الثورة الليبية تمر بظروف استثنائية على عينه وعلى الراسي. هذه بس الظروف، معنى الظروف الاستثنائية تيجي عليها كمصر؟ هذه الظروف الاستثنائية يعني لا يتأثر بها المصريون فقط في ليبيا، يعني بقية الجنسيات. نحن نسمع بين يوم وآخر عن استهداف الآخرين من جنسيات أخرى. يعني اللي حصل للمصريين ده بيحصل مع جنسيات أخرى؟ ليس ضد المصريين، وده نتيجة الظروف الحالية التي تمر به ليبيا والتي نتابعها جميعا، ونعلم أنها تطال الشعب الليبي نفسه والمسؤولين الليبيين أنفسهم. يعني أنت حضرتك ترى بحكم منصبك كمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج أن ما جرى للمصريين في ليبيا ده بيحصل مع بقية الجنسيات؟ ولا يوجد استهداف بمعنى استهداف، إنما هذه الظروف الأمنية الاستثنائية تحتم علينا كمصريين أن نتخذ بعض التدابير. زي إيه؟ من بين التدابير المهمة أن احنا أولا نحصل على تأشيرة قانونية للسفر إلى ليبيا، دي مهمة جدا. عفوا، هو اللي بيجي يقتلني بيقول لي انت داخل بتأشيرة سليمة ولا مش سليمة؟ انا هستمر. ده من حيث المبدأ، الدخول لابد ان يكون بشكل قانوني، لان هذا معناه ان هناك حقوق طبقا للقوانين المعمول بها في ليبيا، هناك مستحقات في حالة يعني التعرض الى اي مشاكل من اي نوع. دي النقطة المهمة الاولى. اتنين، لو انا رايح بهدف العمل لابد ان انا اتبع تعليمات الليبية فيما يتعلق بالسفر جوا، ودي نقطة مهمة جدا، دي لها علاقة بالأمن. السلطات الليبية منذ شهور قليلة أبلغتنا رسميا أن القادمين للعمل في ليبيا ومعظم المصريين المسافرين إلى ليبيا الحقيقة يذهبون بتأشيرات عمل. نعم. لابد أن يأتوا جوا عبر المطارات الليبية، لأننا كده بقلل فترة التنقل برا داخل الأراضي الليبية، وده مناطق خطر، ده موضوع له علاقة بالأمن الشخصي. فدي أيضا نقطة مهمة تدينا رسالة غير مباشرة للمقيمين بقى في ليبيا أن نتخذ الحيطة والحذر في تحركاتنا وتنقلاتنا في الفترة الحالية. طب ليه حضرتك ما نمنعش السفر عن طريق البر؟ يعني احنا كدولة، يعني حضرتك بتبلغ وزير الخارجية، وزير الخارجية بيبلغ مجلس الوزراء يقول لهم نمنع سفر المصريين. هناك بره حركة تجارة بين البلدين، وهناك حركة شاحنات. هذه الحركة مهمة جدا للاقتصاد المصري، ومهمة للغاية للاقتصاد الليبي. نعم. للاقتصاد الليبي. فنحن عندما نتحدث عن الشاحنات والتجارة دي مسألة محدودة، إنما أنا بتكلم على المسافرين للعمل. السلطات الليبية ليه اتخذت هذا القرار؟ علشان تقلل فترات الخطر، لتقليل المخاطر. يبقى السلطات الليبية بتقول لكل مصري عاوز يشتغل في ليبيا بتأشيرة شرعية، لو سمحت
اركب الطيارة وتعالى لي ليبيا، ما تجليش بري وإلا هتتعرض للقطر. المسافرين طيب. للعمل، المسافرين للعمل. قلت للعمل. هل توقفت أمام أن القتلى كانوا من المصريين المسيحيين؟ يعني لابد أن أؤكد أننا يعني نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحادث الأليم، وهي جريمة بكل المقاييس، وقد عبرت وزارة الخارجية من اللحظة الأولى عن الاستياء الشديد والقلق البالغ لما يتعرض له المصريون في ليبيا. وأنا عندما يعني التقيت بأسر هؤلاء الأبرياء، أنا الحقيقة يعني بشكل شخصي تضامنت تماما مع الظروف. بس عفوا سيد سفير، دي مصطلحات دبلوماسية. أنا لما ابني بيقتل يعني هنتقل وهقول لحضرتك، استقبلت في نفس يوم وصول الجثامين الذين أيضا استقبلتهم بالمطار مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الليبية، كان في القاهرة في مهمة وطلب زيارتي لكي يتحدث عن لكي يقدم واجب العزاء أولا، ثم يتحدث عن ما هي مطالب المصريين في ليبيا. فكان هناك تأكيد من جانبنا على الإسراع بموافاتنا بنتائج التحقيقات، ودي نقطة مهمة للغاية عشان بترتب لي حقوق، نحدد الجناه ونقدمهم للعدالة، وحتى نبحث عن تعويضات ومستحقات. بس حضرتك بتقول لي ليبيا مفكوكة يعني، ولا هيبقى في تحقيقات، ولا يعني ما فيش دولة تقريبا. لا بس لابد يعني أن نتحدث مع الدولة الليبية يعني في إطار القانون الذي ما زال يحكم العمل في هذه الدولة. طب هل ممكن نصل إلى حتى تعويضات لهؤلاء القتلى؟ نحن سنظل ونصر على موافقتنا بالتحقيقات، ولا ننسى أيضا أن السيد النائب العام المصري فتح تحقيقا في مصر حول هذا الموضوع، ومن الجائز تماما. بس ما عندوش أن يكون هناك هناك اتفاقيات للتعاون القضائي بين مصر وليبيا، ومصر وعدد كبير من دول العالم. فهناك إصرار من جانبنا لموافقتنا بنتائج التحقيقات، القبض على الجناه، تقديمهم للعداله، تعويضات ومستحقات هؤلاء. بس ده لو في دوله حاله مستقره. انت الان امام ميليشيات مسلحه في ليبيا، هتعمل معاها ايه؟ دول ميليشيات مسلحه. هذا لا يسقط هذا الحق، هذه الحقوق لا تسقط بالتقادم، لكن الوصول ليها صعب. لا تسقط، لا استطيع ان اقول صعب، انما نمارس نمارس الضغوط في اطار العلاقات الوثيقه بين مصر وليبيا. وانا اعود حضرتك، هل عندك خريطه للمناطق الخطرة في ليبيا نعرضها على المصريين هنا، نقول لهم الأماكن دي ما تروحهاش، أو حتى المصريين اللي بيعملوا في ليبيا وشايفيننا دلوقتي نقول لهم المناطق دي خطرة؟ لا، هو صدر بيان رسمي عن وزارة الخارجية تحدث عن ضرورة يعني اتخاذ الحيطة والحذر، التحرك في مجموعات بقدر المستطاع، عدم السفر بين المدن لمسافات طويلة، البعد عن مواطن الشبهات بشكل أو آخر، اللي هي الاحتياطات العادية للأمن الشخصي. لابد أن يعني نتخذ هذه الاحتياطات. أيضا يعني أود أن أؤكد أن هناك تأكيد من الجانب الليبي على اتخاذ كل الإجراءات لحماية أبناء مصر في ليبيا، وهناك جهود تبذل في هذا الاتجاه. عندما مثلا عايزهم يحموا كمان ابناء ليبيا، عندما يدين ويستنكر السيد رئيس الوزراء هذا الحادث البشع، يعني امر مشكور، لكنه ويشكل لجنه برئاسه السيد النائب العام لمباشره هذا التحقيقات في هذا الحادث المؤلم، اعتقد ان رد الفعل من الجانب الليبي يعني يؤكد الرسالة التي أتحدث عنها، أن هناك حرص من الدولة الليبية على بسط الأمن والنظام في ربوع ليبيا، أخذا في الاعتبار الظروف الاستثنائية الصعبة اللي بتمر بيها ليبيا. يعني بالتأكيد. أنا بالبلدي أتمنى، بس الحال صعب بالنسبة للمصريين علشان يسافروا. خليني أخذ بعض المداخلات. أستاذ أحمد بكر، مساء الخير يا فندم. أتفضل. أنا كنت بس عايز أقول للدكتور حاجة بس صغيرة. إحنا ليه ده معالي السفير، معالي السفير فضل. إحنا ليه يعني ما نشتغلش في بلدنا احسن؟ ليه نسافر ونشتغل بره؟ هي ليبيا احسن مننا. بس دي مش شغلانه وزاره الخارجيه. جميل. انا بتكلم في ان احنا نتيح لهم هنا فرصه في بلدنا في حاجات كتير، مشاريع. احنا نتمنى ده، بس انا بتكلم على المصري اللي سافر ليبيا. اصل هم بيسافروا استاذ محمد يشتغلوا مجرد يعني نقشين. بس للامانه ده مش دور وزاره الخارجيه. خلينا ناخد استاذ احمد خلاف. احمد خلاف حتى. مساء الخير يا استاذ سفير. انا مش عاوز اتكلم على ليبيا، بس هتكلم على المصريين في الخارج. يعني في معظم سفرياتي انا سافرتها كنت من حبي في السفاره المصريه، كنت كل مره
بروح بحاول بس اتصور جنب السفاره المصريه عشان انا حاسس بانتماء للبلد دي، تمام. لكن لما الاقي مثلا صاحب لمبه يجي يروح السفاره ويبص له من فوق يقول له انت عايز ايه، وهنا نلاقي السفارات مكتوبه على الويب سايت بتاعتهم ان في اي وقت يجي في امرجنسي لاين على طول يقدروا يتصلوا بالسفاره في اي وقت. احنا مش حاسين ان احنا مقبولين. انا مش عاوز اعيب على السفاره، ولكن برضو طبعا المصريين في ناس كتير جدا بيعملوا مشاكل بره وبيضطروا يعملوا عبء وثقل على السفارات هناك، وبالتالي ده اللي بيحس انهم كل هيجوا بمشاكلهم، تمام. ولكن انا عاوز يبقى في شويه تواصل ما بين السفاره المصريه وترحيب بالمصريين عشان ما يحسوش دايما انهم اهو كلب. ماشي، اخد السؤال كمان تاني من استاذ مصطفى برواش. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا حبيبي. انا بس كنت بتكلم على يعني احنا لما بنسافر بره في ليبيا دايما بنلاقي الانتماء، انت عايز تكون مصري وعايز تشتغل وعايز تفيد بلدك، بس للاسف احنا لما بنوصل هناك بنلاقي الرعايه المصري زي ما الاستاذ قال بتكون قليله. يعني احنا عايزين برضو تواصل دايما مع المصريين هناك ونشوفهم هم بين المصري والسفاره، ما بين المصري والسفاره، يحاول حتى في بالنسبه للعمل يحاول يوفر يساعده العمل افضل، يحاول يخليه يبقى افضل في عمله ويساعده في كده. يعني ما يبقاش بس علاقته بالسفاره، لو في مشكله اروح السفاره، ما يبقاش علاقته كده بس. اوكي، اخد استاذ محمد مجدي اخر مداخله. مساء الخير يا فندم. مع احترام حضرتك سيد السفير، انا حاسس حضرتك بدون حاجه. المصري اللي عندي اللي يروح ليبيا بالطيران اهلا وسهلا، واللي مش هيروح بالطيران يروح بري في داهيه. انا حاسس حضرتك كده. انت حضرتك قلت ان ليبيا بتناشدنا ان احنا نيجي بالطيران، طب انا ليه ما اخدش احتياطاتي من هنا امنع السفر بالبري؟ وليه ما اقولش ان انا فشلت في كده، فشلت في تامين؟ لكن انا النهارده هطلع اقول انا بحزن ان في ناس ماتت في كذا في كذا، لكن طب ليه ما اقولش ليه ما امنعش من بدري من الاول خالص؟ اوكي يا استاذ محمد، اجابات حضرتك. لو سمحت لي انا بس عايز اعلق على موضوع السفر للخارج وارتباطها بالبطاله في مصر. يعني مهم جدا ان احنا نؤكد على ان الوجود المصري في الخارج مهم للدوله المصريه. دي احد ادوات القوه الناعمه لمصر. عندما يكون هناك 500 استاذ مصري في احدى الجامعات السعوديه حتى الان، ده دور ثقافي مهم جدا للمصريين في المملكه العربيه السعوديه. نحن نقدم لهذه الدول ونهضتها الكثير الذي لا يقدر بمال، الذي لا يقدر بمال. وبالعكس انا بعتبر امتداد الوجود المصري في دول العالم ده اداه مهمه جدا من ادوات مصر، من ادوات السياسه الخارجيه المصريه. انما انا اطمع ان نصل الى المرحله التي يكون لدى المصري الاختيار، أن يكون أمامه فرصة العمل في الداخل، وأن يكون أمامه أيضا الفرصة لتحسين مستواه والسفر إلى الخارج. فيما يتعلق بموضوع المعاملة، ربما تكون هناك حالات فردية، بس أود أن أؤكد أن تعليمات السيد الوزير وأن وزير الخارجية وزير الخارجية وأن الدورات التدريبية، هناك دورات تدريبية متواصلة يتم عقدها باستمرار للسادة الزملاء في وزارة الخارجية، سواء من الدبلوماسيين أو الإداريين الذين يلحقون بالعمل في الخارج، بيتم تدريبهم على فن التعامل مع الجمهور، على التواصل مع الجمهور. حاليا دورات بعد الثورة ده موجود باستمرار من خلال مركز التدريب الإداري والمعهد الدبلوماسي. توجد هذه المراكز وهذه المعاهد داخل هيكل وزارة الخارجية. ساعة الجد حضرتك المصريين بره ما بيلاقوش ده. ما هو أنا عايز أقول إيه لحضرتك بقى في هذا الإطار. عايز أقول في دبلوماسيتك الرقيقة أنت يعني ماسك لساني. لا عايز أقول لك ساعة الجد لا إحنا طالع عينينا المصريين. يعني لا ننسى، لا ننسى أن القنصلية العامة في جدة، وأنا يعني خدمت قنصل عام لمصر في جدة لمدة 4 سنوات، تستقبل يوميا من 1000 لـ 1500 مصري. القنصلية العامة في الكويت تستقبل يوميا نفس العدد. في مثل هذه السفارات أو البعثات الضخمة الحقيقة لا يوجد تناسب بين عدد من يقدم الخدمة وعدد المترددين من أجل طلب الخدمة. أنا هدي حضرتك مثال، ما تزوده، هدي حضرتك مثال. يعني قنصليتنا العامة في جدة وهي من أكبر بعثاتنا في الخارج لأنها بترعى 800,000 مصري. نعم. عدد الزملاء اللي في ليبيا مليون. عدد الزملاء لا يزيد عن 40-45 عضو، بما في ذلك المسؤولين عن أمن البعثة. بس حضرتك كمسؤول في وزارة الخارجية عن القنصلات في الخارج تقول أنا عايز أزود الحاجات. الموضوع له علاقة بالموارد. بالموارد. هذه هي المشكلة.
لأن كل بعثة لها مرتب سفير وأربعة دبلوماسيين مثلا وعشرة من الإداريين. بس إحنا عندنا موارد، يعني لما تقول السفارة المصرية في السعودية لا بيجي لها موارد من المصريين، بس الموارد دي تذهب إلى الخزانة العامة للدولة. نعم، وهذا هو التحدي الذي نواجهه باستمرار. فعايز أقول إيه، إن إحنا بنشتغل بإمكانيات يعني لا تتناسب في بعض الدول مع هذا العدد الضخم. ربما تكون هناك حالات فردية من الانفعال أو عدم المعاملة بشكل مناسب. أنا بأناشد المصريين من خلال هذا البرنامج أنه في حالة التعرض لأي موقف يمثل أي تجاوز يذهبوا للسفارة أو إهانة في حق المصري يتصلوا بنا شخصيا. نحن بنا فين؟ مين؟ بنا القطاع القنصلي بوزارة الخارجية، ويوجد غرفة عمليات رقمها 2577-2500، رقم تاني 2773-5883. وليه ما نوحدش الرقم ويبقى رقم صغير؟ اتفق مع حضرتك، 19-39-19-35 كده يعني. رقم فاكس 2576-1000 2576-1300. نعم. اللي عايز اقوله ان انا بتلقى يوميا اشادات من بعض المواطنين حول جهود بذلت في بعض الدول من جانب بعض الزملاء، بتلقى مشاكل، بتلقى حديث عن تقصير، كل يعني بتتلقى كل هذه حاجة. الشكاوى طيب. بيتم التحقق فيها والتواصل فيها مع المواطن. امتى نأمن على العمالة المصرية في الخارج؟ دولة زي الأردن عاملة ده. هناك تجربة رائدة أشرت حضرتك ليها في الأردن لها خصوصية متعلقة بالأردن، أن النظام الأردني هناك درجة من درجات الإلزام الأدبي للحصول على تصريح العمل داخل الأردن أن تتقدم بوثيقة للتأمين. ليه ما عملش ده؟ ليه ما لزمش يعني أتصرف كحكومة يعني، وحرك بترفع ده لوزير الخارجية، وزير الخارجية بيقدم ده لمجلس الوزراء، ليه ما يعملش؟ تختلف، يقول وثيقة تأمين على كل مصر مغترب. تختلف القوانين من دولة إلى أخرى، دي واحد. اتنين، كان هناك محاولات من جانب شركات التأمين المصرية، وكنا قد التقينا بممثليها منذ عدة أسابيع لمناقشة هذا الموضوع، فرؤية في نهاية المناقشة أنهم لا يستطيعوا أن يمدوا المظلة التأمينية للمصريين في خارج مصر، إنما يمكنهم تقديم مظلة تأمينية للمصريين في الخارج من خلال منحهم مثلا تعويضات عند الفصل التعسفي والعودة إلى مصر. لا أنا بكلم على بوليس التأمين وأنا مسافر أو الكلي. يعني أخذ بوليس تأمين تقتطع من دخلي، ويعني أنا بقول لحياتك هناك تفكير من جانب شركات التأمين المصرية، نعم، أن تؤمن على المصري المسافر إلى الخارج ليستفيد بهذه الخدمة التأمينية عند عودته، في شكل تعويض، في شكل معاش، في حالة العجز الكلي أو الجزئي. الجانب الآخر اللي حضرتك بتشير إليه وهو رعاية المصريين في الخارج، تقدمت وزارة الخارجية منذ عدة سنوات وما زالت تتبنى مشروع طموح هو إنشاء هيئة أو جهاز قومي لرعاية المصريين في الخارج. قطعنا شوط كبير جدا في هذا الجهاز وتم صياغته من الناحية القانونية، ونحن الآن بصدد رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء. ده هيقدم حاجتين مهمين جدا. الأولى هيقدم الرعاية القانونية في شكل استشارات، وده يمثل نقص شديد جدا بالنسبة لنا في دول الخليج، إن معظم مشاكلنا بتحتاج إلى محامي، بتحتاج إلى مستشار قانوني، نحن لا يوجد لدينا الكوادر القانونية الكافية. طب الحاجة التانية عشان عندي تليفون عايز أسمعك. الحاجة التانية المهمة أيضا كل ما مسألة بقى تجهيز وتحنيط وتكلفة شحن جسامين المصريين في الخارج بحيث نغطي هذا الجانب دون التقيد بأي إجراءات، لأن الوضع الحالي عندما تحدث الوفاة يتقدم أسرة المتوفى إلى السيد السفير أو القنصل العام ببحث اجتماعي، وعلى أساسه يتم بيوافق شحن الجثمان على نفقة الدولة. وهناك بعض الاستثناءات يعني لا أحب أن أتطرق لها. خليني أخذ بس اتجاه. أحد الناجين من مذبحة ليبيا أو الناجي الوحيد مقبول صادق، الحمد لله على السلامة يا أستاذ مقبول. الله يسلمك يا باشا، أنا ما كنتش في ليبيا، أنا من ضمن قرابات الضحايا. أنت من أقارب الضحايا؟ آه. طيب أنا معايا عايز أعرف إيه اللي حصل أو إيه اللي وصل لك، لان انا معايا هنا سعادة السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية. اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بيك. انا كنت عايز اعرف هل تواصلتم مع وزارة الخارجية؟ هل قالت لكم هنبلغكم بالقتلة مين؟ هتاخدوا تعويضات ازاي؟
لا والله لغاية دكتة ما حدش قال لنا هتاخدوا تعويضات ولا هتاخدوا شيء. لم تتواصلوا مع وزارة الخارجية مطلقا؟ لا ما تواصلتوش، بس مجال الصحفيين هتيجي تصور وتاخذ سؤالات وقنوات تيجي تصور بس كده. طيب أنا استقبلت في مكتبي عدد من أسر هؤلاء الأبرياء في مكتبي أنا شخصيا، وتحدثنا في إجراءات شحن الجسامين. ولا بد أن أذكر أيضا أنه من اللحظة الأولى كان هناك تعليمات واضحة من السيد وزير الخارجية بأن تتم كل الإجراءات لهم والمرافقين، وكان عددهم 21 شخصا المرافقين 21 شخصا بالإضافة إلى الجسامين على نفقة الدولة المصرية. أيضا يعني قوات المسلحة، قوات المسلحة خصصت الطائرة العسكرية لنقل الجسامين، وكان هناك استنفار من كل مؤسسات الدولة للتضامن مع أسر هؤلاء الأبرياء. طب واحد زي مقبول ده وهو أحد أقارب الضحايا يتواصل معك إزاي في الخارجية؟ من خلال أرقام التليفونات، من خلال زيارتنا في الدور الـ13 في مقر وزارة الخارجية القطاع القنصلي. يعني يجي لك من الصعيد ما فيش أي وسيلة تانية؟ ما هو الوسائل التليفونية والفاكس. مقبول سمعني؟ الخط قطع. خليني أرجع تاني أستاذ علي الكردي، كنت عايز حركة تعلم المايك معك. كنت عايز أقول حضرتك التذكرة من مصر لليبيا بكام ومن وفي الطيارة بكام؟ دي حاجة. أنا كعامل رايح أشتغل هناك أروح أدفع الشيء الفلاني في تذكرة الطيران وأنا رايح أشتغل ما معيش؟ يعني قصده أروح عن طريق منفذ السلوم الطريق البري. دي حاجة حضرتك. الشاحنات أنا كنت مسؤول عن 12 شاحنة ورحت بيهم ليبيا. عشان ندخل ليبيا قعدنا 12 يوم وزيادة عن 12 يوم عشان نمر بشحنات وندخل نروح بنغازي. وإحنا في الطريق العسكري كان بيتكلم ويوقفنا ولازم ياخد مننا فلوس يا إما ما نمشيش ما تتحركش من هنا. الكلام ده حصل من 10 سنين. طب خليني أخد إجابة من موضوع السفر جوا ده تعليمات السلطات الليبية وأخذا في الاعتبار الظروف الحالية في ليبيا. ده شيء مهم. فليس يعني تعليمات من الجانب المصري، هو تعليمات هو من جانب التصور ان انا يعني ايه اللي رماك على المر اللي امره منه. انا بس انا امني هي تذكرة طيارة بكام؟ بس انا امني وسلامتي الشخصية مهمة جدا. لو انا مسافر بشكل قانوني انا مسافر بشكل قانوني، وبالمناسبة تم توقيع اتفاقية للربط الالكتروني بين وزارتي القوى العاملة في البلدين، يتم من خلال هذا الربط تلبية الاحتياجات الليبية طبقا للمؤهلات والتخصصات. ما انا كمان يعني عايز يعني المصري المؤهل هو الذي يسافر ليجد فرصة عمل مناسبة ويحصل على حقوقه بموجب عقد رسمي. نعم. فعندما نتحدث عن السفر بعقد والسفر جوا احنا بنقلل كثير من المشاكل وبنقلل كثير من المخاطر، وهي اجراءات مؤقتة. نعم. يعني مسألة ترتيبات السفر دي اجراءات مؤقتة. فيما يتعلق بمنفذ السلوم، هناك لجنة أنصلية مشتركة بين البلدين انعقدت منذ 6 أشهر ويتم الإعداد لانعقادها قريبا في القاهرة خلال الفترة القادمة. نعم. ملف مهم جدا من ملفات هذه اللجنة تطوير منفذ السلوم مساعد، التطوير الذي نبتغيه، وهناك حديث حول إدارة مشتركة مصرية ليبية، إدارة مثل الإدارة الليبية التونسية على المنفذ التونسي مع ليبيا. مثل هذه الإدارة المشتركة ستسهل إلى حد كبير جدا في حال الاتفاق على تنفيذها على أرض الواقع، يعني أخذا في الاعتبار أن دي مسألة فيها جوانب فنية كثيرة جدا. ستناقش إن شاء الله في اجتماع اللجنة القادم. هناك حوار دائم مع ليبيا حول تبسيط الإجراءات وتنظيم عملية الدخول، وأتمنى أن أنا أخذ من حضرتك قريبا في اتصال تليفوني أو في تشريف حضرتك لنا على آخر حاجة تمت في موضوع المصريين اللي راعوا غيلة وغدرا في ليبيا. أنا بشكر حضرتك معالي السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية نتحدث عن أهم موضوع ألا وهو مراكب الصيد. طب يعني أرجوك في عجالة، بس ده عايز له حلقة بس. يعني نحن الآن لنا 3 مراكب في السعودية، لنا 3 مراكب في اليمن، وربما مراكب صيد أخرى في طريقها إلى دول أخرى. بأناشد وأشدد على إخواننا البحارة والصيادين، لابد أن نحترم القانون الدولي وألا ننتهك المياه الإقليمية للدول وألا نعرض حياتنا للخطر. تخيل حضرتك ماذا حدث في السعودية. حدثت مطاردة
بين قوات حرس الحدود السعودية والمركب التي لدت بالفرار. الأمر الذي ترتب عليه إطلاق الرصاص فاستشهد أحد البحارة وأصيب الآخر. فبقى هناك الحقيقة كمان تعريض للسلامة الشخصية لهؤلاء البحارة بالإضافة إلى الغرامات مصادرة المراكب. نعم. فأرجو أن يساعدنا الإعلام في إحنا توعية الإخوة الصيادين. بس إحنا كنا مخصصين هذه الفقرة للمصريين في ليبيا. خليني أجدد مناشدتك للصيادين وأصحاب المراكب الصيد إنهم يلتزموا بالقواعد، بس ده موضوع تاني يطول شرحه. خليني أجدد شكر لحضرتك معالي السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج. نطلع فاصل، وبعد الفاصل ما حذف من مناهج ولادنا في المدارس. لأننا كنا رجالة وكنا واقفين وقفة رجالة. مساء الخير. عندي عيلين في المدارس زي حضراتكم، يوسف في تانية ثانوي ومريم في ستة ابتدائي. عاملين البيت هيصة بعد أجازة نص السنة ما تمدت. الهم اللي بيقابلني أنا وبيقابل أمهم زي هم كل أسرة، هنعمل إيه في المناهج اللي اتحذفت. بس عايز أقول لكم، ظلت التسعيرة اللي أنا بدفعها كل شهر للدروس الخصوصية زي ما هي، رغم إن المناهج مفروض قلت. يعني حوالين الموضوع ده بيشرفني النهاردة الأستاذ جمال عبد العال مدير عام بجهاز التفتيش بوزارة التربية والتعليم علشان نتكلم على المناهج اللي اتحذفت أو حضراتكم أعلنتوا عنها في أكتر من صحيفة. أنا بشكر حضرتك على تشريفك معايا النهاردة، وخليني أدخل معاك في الموضوع. عملية الحذف دي تمت على أي أساس؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، دعنا في البداية نبارك لحضراتكم على القناة الجميلة. أشكرك. والفريق العمل اللي مع حضرتك. ودعنا برضو نوجه الشكر لمعالي الوزير التربية والتعليم والسيد الأستاذ أحمد حلمي رئيس جهاز التفتيش، وأنا نيابة عنه بأتحدث، وهو المتحدث الرسمي كما تعلم لوزارة التربية والتعليم. نعم. ومنحنا الفرصة أن احنا نتواصل مع سعادتك من أجل موضوع الحلقة في شأن ما حذف من المناهج وما يتواءم مع الفترة المتبقية من العام الدراسي. نعم. فريق العمل داخل الوزارة فندم محمد بيه لم يألو جهدا ولم يدخر وسعا، فريق متواصل من أجل أن يكون هناك آلية لتقليل المناهج بما يتوافق مع الوقت المتبقى من العام الدراسي، من خلال اجتماعات معالي الوزير والسيدة الأستاذة الدكتورة رئيس قطاع التعليم العام الدكتورة ميسة فاضل والأستاذ الدكتور إبراهيم هلال رئيس قطاع التعليم الفني. لا عفوا، أنا مش عايز أدخل في شكر للناس، ما دي الآليات. يعني ده شغل الاجتماع. ده آليات الاجتماع اللي تمت. وأنا مش عامل برضو الحلقة علشان أشكر وجميع السادة وجميع السادة مستشاري المواد الدراسية. عدتوا بقى خدتوا القرار على أي أساس؟ ده حضرتك ما هو ما بيبقاش من أول مرة فندم، لأن في خبراء مناهج موجودين، في رئيس قطاع تعليم عام وقطاع تعليم فني، في خريطة زمنية للعام الدراسي. خدت بال حضرتك الخريطة الزمنية دي بتبقى محددة بعدد الأيام لكل فصل دراسي، عدد أسابيع دراسية، عدد أسابيع دراسية لكل فصل دراسي. وبالتالي نجد أن الكثير يشكو من الحشو الموجود في المناهج المصرية. وبما أن توالي الاجتماعات لهذه اللجنة تم حذف المناهج وتم حذف الحشو الزائد في هذه المناهج بما لا يخل بجوهر المادة العلمية التي تقدم للطالب كما ونوعا. طب ما يعني ده يخليني أقول لك، طالما حذفتوا الحشو السنة دي حذفوه على طول. ما هو ده حضرتك تطوير المناهج بصفة دائمة، ده هدف رئيسي من أهداف الوزارة حاليا، لأن سعادتك أثرت نقطة مهمة جدا. الوزارة أو أبناء الشعب المصري يعانون في المناهج التعليمية المصرية من كثرة الحشوة، وبالتالي هناك لجان تعكف الآن ومتخصصة في كافة المواد الدراسية لإزالة هذا الحشوة. لا انتوا حذفتوا بالفعل؟ لا لا، الحذف من ناحية المنهج الترم الثاني تم. انتوا حذفتوا كم في المية تقريبا يا فندم؟ بما متوسط. يعني بما يتوائم كده يعني نقدر نقول قلت بنسبة 25%.
25%، يبقى هذه هي نسبة الحشو الموجودة في كل مناهج في كل المناهج، وده إن شاء الله بإذن الله هيبقى أسلوب متبع في إزالة هذا الحشوة واتباع نظام جديد. إذا أنتم ما لغتوش دروس ولكن شلتوا الحشو. لا، في دروس اللي هي حضرتك لا تخل بمضمون ما يقدم للطالب تم حذفها، وفي دروس بعض الدروس محمد بيه تم اللي هي تبقى قراءة للطالب من أجل أن يكون هناك تنوير للطالب فقط، ولكنها لن تدخل في إطار امتحان الفصل الدراسي الثاني. طب نقدر نقيم الطالب علميا بعد حذف ربع منهج ولا لان ده حشو فنقدر نقيم؟ لا يا فندم، هيقيم وفقا للفترات الدراسيه اللي هو هيمنحها لكل ماده دراسيه، وبالتالي هناك يعني استراتيجيه واضحه في هذا الموضوع للوزاره من خلال العكوف والاجتماع المستمر، ان انا هقدم للطالب كم فتره في كم ماده كم ساعه حضرتك، لان دلوقتي نظام الدراسه في المراحل المختلفه للتعليم سواء ابتدائي او اعدادي او ثانوي بنوعياته ومراحله المتعدده، فيه نظام دراسه بالفترات، كان زمان بندرس بنظام الحصص، فيه نظام الدراسه بالفترات حاليا على اساس يبقى الفتره بتشمل 90 دقيقه. طب هل نسقتم مع وضع الامتحانات علشان ما نفاجئش بان او الطلبه يفاجئوا بسؤال في منهج جرى حذفه؟ طب دعنا حضرتك نقول ان كل ما تم حذفه من مناهج ارسل الى جميع المديريات التعليميه، نعم، عبر الموقع الالكتروني للوزاره، ده جانب. الجانب الاخر اسمح لي اقول لحضرتك ان كل منهج وكل جزء وكل صف روعية فيه كتابة عبارة يراعى ما تم حذفه عند وضع الامتحان في نهاية العام، نعم، على اساس لا يتجاوز الجزء اللي هو المقرر دراسته، لان حضرتك كتابه هو موجود كامل، مثلا عندي 3 وحدات في الترم الثاني في كل مثلا مادة دراسية سي، فبالتأكيد بيتم حذف جزء سواء درس ثالث من وحدة سواء درس ثاني من وحدة تانية بما لا يخل بالمضمون اللي احنا عايزينه، وهناك تعليمات صادرة في هذا الموضوع جدة وستنفذ فعلا، لان كل من يخرج عن هذا الاطار المنهجي عند وضع الامتحان في اقرارات بتؤخذ على جميع المعلمين وعلى جميع يعني اي طالب هيفاجئ هيطلع على وزارة التربية والتعليم يقول لها انت حذفت ده تمام يا فندم، والابواب مفتوحة يعني لو جه وتحاسبوا وضع الامتحان اللي وضع الامتحان ويحال فورا بما لدينا من اجراءات تربوية وقانونية ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن والتي تؤخذ على المعلمين وعلى وضع الامتحان. بس انا اعرف ان الكتب اللي الطلبة هياخدوها في اكتوبر القادم بيتم من الان طباعتها. طيب ازاي هتلحقوا تحذفوا وانتوا اساسا بتطبعوها دلوقتي؟ انا اقول لحضرتك حاجه، يعني خلينا الاول نتفق ان الكتب الدراسيه من خلال الاجتماع للجنه اللي اشرت لحضرتك عليها بالفريق اللي موجود، ان احنا كتب حاليا للفصل الدراسي الثاني كانت يوم 22/2/2014 نسبه 96% وصول، كثير من هذه المديريات وصلت بنسبه 100% لان احنا اللي هي العام الدراسي القادم. لا يا فندم، اللي هو الفصل الدراسي الثاني، والان وصلت 98، وفي بعض المديريات كثير من المديريات 27 مديرية تعليمية تم وصول نسبة 100% للكتب. وما أما شأن هذه الطباعة يعني ديا أعتقد بيتم التنسيق الآن واجتماعات مستمرة في قطاع الكتب لبيان إيه الجزء اللي هيحذف، لكن الطباعة ما زالت يعني طي قطاع الكتب وهو المسؤول عن هذه المعلومات. يعني هيتم حذف هذه المناهج؟ أكيد فندم. في مشاركات من السادة الضيوف، تفضل. أهلا وسهلا بحضركم. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم عليك. انا احلام بس اسال سؤالين. اول سؤال، كانت فين الوزاره من فتره زي ما محمد قال في اول فقره، انا عندي اختي خلصت المنهج في الدروس، ليه الوزاره ما طلعتش تقول تناشد المواطنين ممنوع دروس خصوصيه حاليا لان انا لسه بلغي منهج؟ تمام. يعني انا كده هفاجئ ان اختي في درس خدته وخلصته كخلصت منهج مش عندها ودفعنا فلوسه. تمام. اكيد. تمام. اكيد دفعنا فلوس. تمام يا فندم. حاجه تانية، عاوز اعرف التعامل هيكون ازاي في الفتره الصغيره جدا دي لو حصل اي حاله تعرض لانفلونزا او حاجه كده، ايه دور الوزاره في كده؟ طيب حضرتك اثرت نقطتين مهمين جدا. في البدايه استاذ محمد، احنا بناخد على الاصل وليس الاستثناء. نعم. الاصل ان هناك طلاب يقومون يعني يحضرون على مدار العام الدراسي، وهب أن المدرسة فيها 500 طالب 1000 طالب 2000 طالب بيحضر منهم 200 طالب، أنا هاخد القياس على الأصل اللي هو حضور 200. نعم. لكن ما يتم من تناوله من دروس خصوصية التي أشار إليها الأخ دي خارج عن إطارنا، لكن إحنا بنتعامل مع هو كان قصده ليه الوزارة ما قالتش من بدري يعني ما قالتش إيه يا فندم إن إحنا هنحذف إيه؟
المناهج في حسب المناهج معين. لم يكن هناك اللي هو تأجيل للدراسة. نعم. ولكن نظرا للظروف والمرحلة الراهنة التي تمر بها بلادنا والجراح المسخنة في جسد مصر الآن، ده اضطرنا من أجل تأمين سلامة أبنائنا صحيا وأمنيا. بس التأجيل لم يتم بسبب فيروس H1N1. والله أنا أعتقد أن وزيرة الصحة السابقة أشارت إلى هذا الموضوع، لكن يسأل عن هذا التأجيل وهذا التمديد لأكثر من مرة. دخل معايا المتحدث الرسمي باسم الوزارة، مجلس الوزراء السابق. نعم. وقال لم يكن لأسباب تتعلق بالصحة ولكن بأسباب تتعلق بالأمن. بس ده يخليني برضه أسألك سؤال، في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا كان في احداث اكثر سخونه، تمام، ومع ذلك الدراسه لم تتوقف. انا اشير لحضرتك من خلال تواجدي في السنوات السابقه وعملنا بجهاز التفتيش محمد بيه، وانتشرنا على مدار ال 27 مديريه من خلال اعضاء اكثر من 100 عضو في جهاز التفتيش منتشرين. نعم. الان يعني لتوصيل الكتاب الدوري رقم 1 لسنه 2014 بشان النقطه اللي اثرها الابن العزيز، على أساس إيه الإجراءات التي تم اتخاذها ويتم اتخاذها من قبل المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مديريات الصحة على مستوى الجمهورية لحماية أبنائنا من الأمراض اللي هي. لا أنا عايز أطمن حضرتك ونتكلم بشكل عملي. نعم. مفيش طلبة بيحضروا من نص فبراير. أنا أقول لحضرتك كل مدارسنا عشان بس نتكلم بالواقع. لا أنا هقول لحضرتك حاجة، كون أن هناك طلابا لا يحضرون العام الدراسي، سعادتك نعلم أن الظروف الراهنة جعلت الكثير من أبناء الشعب المصري ومن أولياء الأمور يعني يحجمون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، رغم الظروف القاسية والمؤلمة التي تمر بها البلاد، لأن احنا خضنا فعلا امتحانات ثانوية عامة على مدار السنوات الثلاث الماضية، خضناها ومرت بأمان وسلام، لكن كان بيعتريها وبيشوبها بعض الخروقات، لكن كنا بنتعامل معها في إطار تربوي، لأن الطالب طالب إلى أن يثبت العكس، إذا خرج عن إطار تربوي نستطيع التعامل معاه بشق آخر. بس خلينا نقول عمليين، حضرتك تتوقع في طلبة هيحضروا الدراسة؟ والله يا فندم، والله يا فندم إحنا كل أملنا في أولياء أمورنا اللي هم 18. أنا عندي 18 مليون فاصل 3 من 10 طالب، فدون أولياء الأمور بيشاركونا وهم حصن الدفاع الأول عن المؤسسات التعليمية، بيشاركوا مجلس الأمنة ومن خلال خطة التنسيق موجودة بين وزارة التربية والتعليم وبروتوكولات بين الوزارة وبين وزارة الداخلية وعلى مستوى 27 مديرية أمن على مستوى الجمهورية، كل الكلام ده موجود، بينسحب على الإدارات التعليمية، بينسحب على المراكز الشرطية، بينسحب على الوحدات المحلية. طيب أخد مداخلات علشان السادة المشاهدين عايزين يتواصلوا مع حضرتك. أستاذ أحمد من شبين القناطر. ألو مساء الخير أستاذ أحمد. مساء الفل أستاذ خير، إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. إحنا بيشرفنا أستاذ جمال عبد العال مدير عام بجهاز التفتيش بوزارة التربية والتعليم. أيوة يا فندم، عارف ومتابع حضرتك. اتفضل. كان ليا حضرتك عندي مداخلة، يعني فكرتين بس صغيرين. اتفضل. كنت عايز طبعا أسأل عن الكادر بتاع المعلمين. الكادر بتاع المعلمين دلوقتي هو تعبان عشان رفع كفاءة المعلم وعلشان رفع ظروفه ومحاولة انت تحسن ظروفه كفاءة من فئات المجتمع. هو ده مش موضوعنا النهاردة، بس لو ماشي مثلا انا هقول لك الحاجة، هو يخص التفتيش. نعم. يخص التفتيش، لان دلوقتي الدروس الخصوصية ماشي بتمس الطالب وبتمس انا معاك يا استاذ احمد، بس خليني اخد التعليق من استاذ جمال. اتفضل. سعادتك، قانون الكادر طبعا سعادتك تعلم ان في صدر قانون سنه 2755 بدون الدخول في التفاصيل الفنيه، عدل طبعا، لكن هو منح المعلم مزايا وحدد للمعلم اطار معين يتعامل معاه من خلال تدرج وظيفي، وكل ما يتدرج بيمنح علاوة قيمة في الانتقال من وظيفة معلم مساعد إلى معلم إلى معلم أول إلى معلم أول ألف، ودي إن شاء الله الوزارة بصدد فعلا اللي هو منح المعلم اللي هو الدعم المادي والأدبي في سبيل أن يكون هناك حياة كريمة تليق بالمعلم، لأن إذا فقد المعلم. معك. خليني أخذ دكتورة منى من الجيزة. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور. عندي ثلاث أسئلة وعتبين. السؤال الاولاني لضيفك الكريم، سواء بقى هو اللي جاوب عليه او المتحدث الرسمي، خلينا نتكلم في الآلي، يعني الحاجات العمليه، هيتلغى يوم السبت ولا لا عشان تعويض الوقت؟ الدراسه هتمتد لفتره قد ايه؟ الحاجات اللي بتتحذف في حاجات تراكميه، يعني الطالب هيحتاجها السنه الجايه زي مواد تحديدا زي
الجرامر، النحو، الحساب، الماس، في حاجات، في قواعد بتتبنى سنة ورا سنة. هل تم مراعاة السنين اللي جاية ولا احنا بنحسب وخلاص؟ طب خليك معايا دكتورة منى، أول حاجة أجازة يوم السبت هتتلغى ولا موجودة؟ لأن هذا الأمر مفوض للسادة المحافظين كل في محافظته. الصوت المختصة. طب احنا لسه هنستنى كولي أمر ده النهاردة الاثنين يا فندم؟ الدراسة مستمرة، هناك بعض المحافظات تعمل جميع أيام الأسبوع وبعض المحافظات الأخرى. يعني ده مش قرار وزارة التربية والتعليم، قرار محافظ. ده كان قرار حضرتك رئيس مجلس الوزراء بتفويض السادة المحافظين في اللي هو اليوم الأجازة. في السؤال الثاني بتاعها بيتكلم على إن في يعني الدروس بتبنى تمام يعني، وبتاني اعدادي بتسلم لتالت اعدادي تراكميه، لن يخل ذلك بالشيء التراكمي او بالماده التراكميه لاي ماده او بالمحتوى التراكمي لاي ماده، وده حضرتك هيظهر كمان من خلال ان شاء الله ما يتم تدريسه خلال الفصل الدراسي الثاني اللي هيبدا ان شاء الله السبت القادم في بعض المحافظات. ده كله هيتضح انه ليس هناك اخلال لا كمي ولا نوعي بما يقدم للطالب. طب دكتوره منى انا بشكر حضرتك، وخليني اخد دكتور محمد من السعودية. دكتور محمد. الو. ايوه دكتور محمد سمعك. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. السلام عليكم. سلام ورحمة الله، سمعك، اتفضل قول مداخلتك. انا بس بسأل على هل في حجز في المناهج المصرية بالنسبة لأبنائنا في الخارج؟ حجز في ده؟ ابنائنا الطلاب اللي موجودين في الدول العربية. في الدول العربية والأيا كان. هل برضو هتحذفوا ما يتم تطبيقه طالما أبنائنا أبنائنا في الخارج وهيمتحنوا المنهج المصري في القنصليات والسفارات في لجمهورية مصر العربية في الخارج، ما المعاملة بالمثل كأنه مطالب منتظم في جمهورية مصر العربية. بلغتوا السفارات؟ كل حضرتك الإدارة عمل الامتحانات فيها إدارة اسمها إدارة أبنائنا في الخارج، كل ما يتم من تعديل في المناهج وحذف وإضافة وأي تعديل يطرأ بشأن أبنائنا في الخارج ده موجود على الموقع وفي مثال ليه على الشاشة، يعني حضرتك بيبقى موجود متابعين في تواصل مستمر يا فندم. نعم اتفضل. اتفضل يا فندم. حضرتك لا صوت اعلى شوية بقى. تمام. حضرتك مستاء جدا من اللي بيحصل في البلد دلوقتي، بس بجد انا شايف ان النهاردة لقيت حاجة بسطتني جدا، ان الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها البلد خلت المسؤولين في وزارة التعليم يبدأوا يهتموا بالمناهج ويشوفوا قد ايه كان في حشو، كان 25% ملوش لازمة، كان بيعمل استرس على الطلبة باستمرار. واتمنى ان يكون دي بداية ان المسؤولين يبدأوا يبصوا للمناهج ويبدأوا يطوروها بحيث ان هي تواكب الدول التانية على الاقل. تمام يا فندم. تانية حاجة، يبقى في خطة على الاقل مستقبلية، على الاقل 5 سنين الطالب يبقى عارف التعليم في مصر هيبقى عامل ازاي بعد 5 سنين، يبقى فيه اهتمام برضو من non-formal education وال-informal education. مش معقول هنخلينا برضو نتكلم في التعليم القديم اللي من ايام اجدادنا لسه زي ما هو في المدارس، وده احد الاسباب اللي بتخلي اصلا الطلبة مش بتروح المدرسة. برضو اهتمام بطريقة وضع الامتحانات، مش ببرضو الامتحان التقليدي given account on اكتب كل اللي انت عارفه. ياريت بس تكون دي فرصة ان المسؤولين يبدأوا يهتموا شوية بالشباب الصغارين اللي هم يعني هيبقوا the leaders of the future. ده مقترح لكن هو شيء رائع جدا، لأن حضرتك وقت ما نضع أنفسنا في مناهج عقيمة وتقليدية لن نستطيع ملاحقة العالم المتغير السريع في التراكم المعرفي. التعليم هو أساس التقدم، بس مين فهمي. يسمع ويفهم. خليني أخذ سؤال من أستاذ مكرم البحيرة. أستاذ مكرم، أستاذ مكرم معنا ولا؟ طيب، الفترة الباقية من الترم هتكفي لاستيعاب ما تبقى من المنهج؟ في حضرتك لما اللجنة اجتمعت عكفت على المواءمة بين الفترة المتبقية والكم المعرفي يعني يقدم للطلاب. مناسب يا فندم، ده في مناهج تم حذفها وتم إعادة توزيع المناهج في الفصل الدراسي الثاني على غير ما كان موضوعا في بداية العام الدراسي. طيب الحذف من مناهج الثانوية العامة، الشهادة الأم بقى، الشهادة الأم بنفس برضو النسبة ما تم حضرتك حتى في النظام القديم للثانوية العامة والنظام الحديث للثانوية العامة تم التعامل معه زيه زي أي صف. يعني الثانوية العامة اتحذف منها 25%؟ اتحذف منها، لا أستطيع تحديد النسبة التي حذفت، لكن تم الحذف فعلا بما يوائم هذه الفترة وبما يريح أبناء أولياء الأمور كأباء بنسراح وأمهات أولادنا كلنا. فعلا احنا عايزين نبعث الطمأنينة لأولياء الأمور ان ما يقدم للطالب خلال الفترة المتبقية من العام الدراسي الحالي
هتلقى يعني بالظبط متوائمه مع الخريطه الزمنيه اللي وضعتها وزاره التربيه والتعليم للعام الدراسي 13-14. خلينا اشكرك مرتين، مره لان حضرتك شرفتني استاذ جمال عبد العال مدير عام بجهاز التفتيش بوزاره التربيه والتعليم، ولاستخدامك اللغه العربيه بقدر كبير من التمكين. ربنا يبارك في حضرتك يا محمد بيه، وانا بشكر حضرتك والساده المشاهدين وشاكر افضالك وكل الفريق، ونامل عام دراسي ينتهي على خير وكل اولادنا ينجحوا وربنا يكتب لهم التوفيق. شكرا لسعادتك. نطلع فاصل، وبعد الفاصل فقره، اخر فقره من فقرات وضع المرأة المصرية خلال الثلاث سنين اللي فاتوا أخبروا إيه؟ النهاردة مثلا مؤسسة زي تومسون رويترز مطلعة تقرير بتقول لك إن وضع المرأة المصرية أسوأ وضع لأي امرأة في أي دولة عربية. معقولة الكلام ده؟ بعد ثلاث سنين المرأة المصرية اللي كانت شريكة قدم بقدم مع المصري في قلب ميادين مصر أثناء الثورتين، في فكرة اتعملت او عملتها كاتبة صحفية زميلة وفنانة تشكيلية ياسمين الخطيب، انها اسست جمعية اسمها جمعية نون بتتناول مشاكل المرأة المصرية، بس هي ايضا مهتمة بالفن التشكيلي. الفكرة عجبت، قلنا انها تشرفنا النهاردة في اخر فقرة من حلقات برنامجنا، اخر فقرة من اخر حلقة في البرنامج. لما ايه من حلقات برنامجنا؟ هنخلينا نفول، احنا لسه هتفولوا علينا ولا ايه؟ اهلا بيك ياسمين، منورانا النهارده. اهلا بيك يا استاذ محمد. خلينا نبدا الاول بتعليقك، هل وضع المراه المصريه فعلا أسوأ وضع في المنطقه العربيه؟ هو انا ليه بس تعليق الاول، انه التقرير اللي خرجته مؤسسه توماس رويترز ما صدرش النهارده، هو بقاله كام يوم تقريبا، يومين او ثلاثه، ومتوقع جدا ان وضع المراه المصريه يكون الأسوأ ما بين الدول العربيه كلها، لانه الثلاث سنين اللي فاتوا تراجعت فيهم الخطوات القليلة اللي خدتها من بداية تاريخها النضالي من 1919 وما قبل ذلك، تراجعت فيهم تماما في الثلاث سنين الأخيرة. إزاي تراجعوا والمرأة المصرية كانت موجودة قدم بقدم في ميدان التحرير وهي تقريبا اللي أشعلت الثورة الثانية؟ لأنه حضرتك لما جه برلمان الإخوان أول حاجة أنه هو لغى الكوتا، وخلينا نكون منصفين ونقول انه النظام السابق ما كانش كله شر مطلق، انا بتكلم عن النظام السابق اللي هو نظام مبارك، مش النظام الاسبق. النظام الاسبق بالظبط كده، وانا على فكره مش فلول خالص، بس النظام الاسبق ما كانش كله شر مطلق، كان في حسنات وميزات في مجال تمكين المراه. انا بتصور ان اهمها كان القوانين الخاصه بالمراه اللي هي قانون الاسره، وكان كوته المراه كان من اهم الخطوات اللي خدتها. يعني المراه لما نمكنها، عفوا ياسمين، في البرلمان نمكنها بكوته نخصص لها حته، ولا هي تنزل وتكافئ؟ لا نمكنها بكوته، لان المجتمع مش مؤهل في المرحله اللي احنا فيها، لان هو يفهم انه لازم يختار واحده ست. فكانت الكوته بتحفظ لها حقها. لما تيجي في برلمان المسمى ظلما وزورا، برلمان الثورة، برلمان الإخوان، بعد ما كان ليها 60 مقعد بموجب الكوتا تاخد 8 مقاعد من أصل 500. طب ما الكوتا ملغية في الدستور الحالي؟ ملغية في الدستور الحالي، بس في المحليات ليها 25%. 25%. وأنا عندي تحفظ كان على إلغائها برضو، يعني أنا مش مع. يعني قصدي ما هو دستور، قبل ما لوم دستور الإخوان وبرلمان الإخوان، طب ما الدستور الحالي هو ما اداش للمراه ولا انصفها. هي ايه، نظره ذكوريه في المجتمع؟ هي نظره ذكوريه في المجتمع، بس لما رغم المراه 49% من المجتمع. لما بنتكلم على الثلاث سنين اللي فاتوا مش بنتكلم على البرلمان ولا على الدستور بس، احنا بنتكلم على الوضع العام، على الخطاب الديني، على الخطاب الاعلامي. انت بتتكلم على الحزب الحاكم لما عملوا اول اجتماع لامانه المراه، فيه طلبوا بالغاء الرئيس اللي هو ايه؟ اللي هو كان الوطني ولا الحريه والعداله؟ الحريه والعداله. لما جت اول اجتماع لامانه المراه فيه طلبوا بالغاء ارسطو من المناهج الابتدائيه، لان هي بترسخ لدى الفتيات فكره ان هي فكره المساواه، وان هي ممكن تشارك في كل النشاطات الاجتماعيه، وممكن تشارك في كل الرياضات، وده من منظورهم المتخلف ضد مفهوم القوامه وضد الدين. لما جم الاخوان لغوا بالفعل من المناهج كل تاريخ المراه المصريه النضالي، بدءا من صفية زغلول وهدى شعراوي، مرورا ب أنا مش متذكرة أول بس وزير. بعيدا عن التاريخ، ياسمين الخطيب، أنت شايفة إيه أهم عقبات
بتواجه المرأة المصرية النهاردة وتجعلها في وضع سيء مقارنة بأخواتها العربيات؟ الخطاب الإعلامي بيتعامل مع المرأة طوال الوقت على إن هي سلعة وأداة للإغراء. الخطاب الديني بيتعامل معها طول الوقت على إن هي كلها عورة ووجب عليها الاحتجاب مش الحجاب، إن هي تغطى خالص تماما. المرأة المستعذبة للانسحاق المقتنعة بالكلام الفاضي ده أخطر وأكثر ظلما لبنات جنسها من الرجل نفسه. طب انت شايفة المرأة المصرية في البرلمان القادم يبقى شكلها ايه؟ شكلها بمعنى؟ لا مش قصدي شكلا يعني تمثيلها. شايفة هيبقى لها تمثيل كبير؟ لا مش هيبقى لها تمثيل كبير برضو. لا مش هيبقى يعني هيظل الذكورية مسيطرة على المجتمع المصري؟ دي ثقافة مجتمع تاخد عشرات سنوات عشان تتغير. يبقى بالتالي كان لازم يكون في كوتا في هذا الدستور. خلي بالك ان في حدث كبير حصل الاسبوع اللي فات، هلا شكرا لها لما خدت حزب الدستور وبقت رئيسته في الانتخابات. اول سيدة مصرية ترأس حزب سياسي في تاريخ مصر. طب اذا يعني في تطور او بشرة خير؟ في تطور، بس حياتك لو هتتكلم عن البرلمان تحديدا لا مش هتاخد نسبة كبيرة. وبالتالي قضايا المرأة لن نجدها في مجلس الشعب القادم. ما هو خلينا نقول برضو انه قضية المرأة مسؤولية تقع في المقام الاول على عاتق الرجل نفسه، لانه هو صاحب القرار. احنا زي ما حياتك قلت في مجتمع ذكوري، فهو صاحب القرار. لا انا بسألك، انا ما قلتش لا لا يعني المجتمع المصري 100%. يعني انا اقصد انه حتى لو تمثيل المرأة ضعيف او ضئيل جوه البرلمان، فممكن الرجال اللي جوه البرلمان لو مؤمنين بقضية المرأة ومش مؤمنين المرأة قضية، هيبقى في تغيير حقيقي. يعني كتاب قاسم أمين تحرير المرأة عمل صدى أكبر بكتير جدا من لو كانت آلاف النساء تظاهروا. الحبيب بورقيبة في تونس لما أصدر مجلة الأحوال الشخصية إدى المرأة حقوق، لو كانت تظاهرت آلاف السنوات ما كانتش هتاخدها. يعني كان أيام حبيب بورقيبة يعني اللي هو منع التعدد وحاجات يعني جرامه. أبطل مواد لا جرامه مش منع التعدد جرامه بس جر... يعني جرم بس ده نص تشريع قرآني ما أقدرش إن أنا أجرمه. لا في والله خلاف عليه. خليني مش هدخل معاك في قضية جدلية دينية لما لازم يقعد معايا شيخ، بس خليني أكلمك على جمعية نون اللي أنت مؤسسها. خدت الاسم منين وإيه هدف جمعية زي كده؟ جمعية اسمها جمعية نون النسوة حركة تشكيليات مصر. وهو كان في حراك في مجال مؤسسات المجتمع المدني بعد الثورة، في حوالي 16,000 جمعية تم إشهارها بعد الثورة؟ بعد ثورة 25. 16,000 جمعية؟ ده رقم كبير إجمالي حاجة و40 تقريبا. ما هو معظمها يعني وجوده كرتوني ما زي الأحزاب. زي الأحزاب بالزبط كده. فإحنا عشان ما نكونش زي الناس دي، يعني أنا ألزمت نفسي في البداية أن أنا أبحث في وزارة التضامن الاجتماعي عن أي جمعية ليها نشاط مماثل. وقلت لو لقيت جمعية ليها نشاط مماثل مش هعدل عن فكرة الجمعية دي خالص وهتعاون معها. ففي جمعية محبي الفنون، جمعيات كتيرة جدا خاصة بالفن التشكيلي على رأسها جمعية محبي الفنون الجميلة، هي أقدم تقريبا الجمعيات في مصر. وفي جمعيات كثيرة جدا جدا مهتمة بشؤون المرأة، لكن جمعية تهتم بشؤون التشكيليات دي كانت جديدة. واحنا عندنا تشكيليات كتير قوي في مصر فنانات واحنا ما نعرفش؟ عندنا كتير طبعا. كتير قد ايه يعني؟ لا والله مجال التشكيلي في عدد كبير، يعني من المجالات الاكثريه فيها للرجال، لكن في عدد كبير بينافس. اصل نون النسوه يديني انطباع ان دي جمعيه حقوقيه عن المراه وتناضل معكم. لا طب وليه ما تتواصلش مع جمعيات نسائيه مصريه؟ في البنود الخاصه بالجمعيه بامكاننا ان احنا نتواصل، بس دي يعني احنا مش عايزين نشتغل في العمل الحقوقي، احنا مركزين اكتر على العمل التنموي والخيري. ما كل جمعيه بتعمل كده وتيجي تلم تبرعات من الناس؟ لا احنا مش هناخد تبرعات من حد ولا تمويل اجنبي ولا لينا دعوه بحاجه. طب هتصرفه منين؟ هي مبدئيا دلوقتي قايمه على يعني التبرع الذاتي من الاعضاء. التبرع الذاتي من الاعضاء؟ من الاعضاء. عندك عدد اعضاء كتير؟ لسه شويه في لسه الأول. شويه. طيب خليني اخدك على يوم 8 مارس اللي هو مصر بتحتفل بيه بالمراه مع الاحتفال العالمي، ويوم 16 مع الاحتفال المراه المصريه. ده ما يدلناش نبعت رسالة لصانع القرار في الدولة المصرية زي يهتم بالمرأة المصرية وقضاياها؟ احنا على فكرة عندنا ثلاث أعياد مش عيدين في الشهر، غير 21 مارس. غير 21 مارس وعايز أقول حاجة، ان 8 مارس مفترض ان هو 16، هما نفس هو عيد المرأة. نعم. لان 8 مارس كان عيد المرأة الأمريكية مش عيد المرأة العالمي. هو ذكرى مظاهرات الخبز والورد، وبعدين اقترحت أمريكا على دول أوروبية ان هما يحتفلوا بالمرأة في نفس اليوم، ورفضت الدول الأوروبية. سنة 77
جات الأمم المتحدة ألزمت كل دولة أن هي تخصص يوم للمرأة. للمرأة على أن يكون هذا اليوم في ذكرى تاريخية. إحنا اخترنا يوم 16 مارس، معظم الدول خدت 8 مارس أسوة بأمريكا، إحنا اخترنا 16 مارس لسبب مهم جدا. أن 16 مارس هو ذكرى أول انتفاضة نسائية في مصر، وهي انتفاضة 1919، أول مظاهرات نسائية صفية زغلول، وأول شهيدة مصرية اللي هي حميدة خليل أعتقد. فالذكرى وقوع أول شهيدة مصرية وذكرى أول مظاهرات نسائية هو يوم 16 مارس. طب إيه اللي ممكن نتوقعه بقى؟ يعني هيمر يوم عادي ويوم احتفال، هيمر يوم عادي وفي ناس كتير جدا ولا يعرفوه، ما تعرفوش أساسا، وما تعرف ما تعرفش لا ب 16 ولا ب 8. طب نستغله ازاي؟ ما ده دوركم كجمعيات نسوية. احنا كنا بنفكر بس الوقت ما اسعفناش ان احنا نعمل معرض عن المرأة، يعني معرض بس عن مظلومية المرأة. هيحضروا كم واحد وهيهتموا بيه ازاي اذا كان الاعلام المصري مش هيهتم؟ انا النهاردة حضرتك بتشرفيني عشان القي ضوء على قضايا مرأة، ولان الشهر ده في اكتر من مناسبة، فده دوري كاعلامي ان انا عايز ازيد التنوير فيما يتعلق بقضايا المرأة. يعني هيتعمل ايه برضه؟ هيمر ايام عادي؟ انا بتوقع انه هيمر عادي. مين اللي يتحرك في الدولة المصرية؟ بس ما تقوليش المشير السيسي. يعني لسه كل المناشدات دلوقتي. المجلس القومي للمرأة فين من القضايا بتاعت المرأة؟ المجلس القومي للمرأة لو هنتكلم عن الفترة اللي فاتت، اعتقد ان السفيرة ميرفت التلاوي كان ليها شهادة شهيرة جدا قالت فيها ان القانون اللي هم قدموه تم تعرقلته. نعم، ده في العهد اللي فات. الجديد بقى هنشوف العهد اللي فات. عهد مرسي؟ احنا انا هحدد ده في عهد مرسي. اصل انت ملخبطاني، ما يبقى في سابق واسبق. ما هو عشان يعني كتير وبسرعه مش لاحقين نحدد. طب قضايا بقى زي الفن التشكيلي، انت شايفه دي قضيه لما نيجي نعرضها على مجتمع مصري بيعاني كم في المية من الاميه والجهل والفقر، حاجه مهمه؟ لا مش مهم. شوف الفن التشكيلي في العالم كله مش في مصر بس. فن خباوي يعني دي مش ظاهره عندنا احنا. الفن التشكيلي في العالم كله فن اخباري بس. احنا مع يعني مع تواضع المستوى الثقافي بينزل درجه او اتنين كمان، لان المواطن العادي مهموم برغيف العيش. بس خلي بالك النخبه هي اللي موجوده في السلطه وتقدر لو تواصلتم معاه انها تدعم قضايا المراه. قضايا المراه ولا قضايا ولا حياتك بتتكلم عن الفن؟ لا، لو النخبه موجوده في السلطه والنخبه هي اللي بتشوف. ما هو ده اللي انا قلته لحضرتك في بدايه البرنامج، انه الرجل هو اللي في ايده القرار. وقلت لك انه قاسم امين لما عمل كتابه كان ليه صدى اكبر من وانه الحبيب بورقيبه لما عمل. انا معايا سيده فاضله هي موجوده معايا. انت شايفه قضايا المراه النهارده موجوده في مصر محل اهتمام، ولا انت شايفه رغم قيام ثورتين ولا حد مهتم بالمرأة المصرية؟ لا، ما اعتقدش ان في حد بقى مهتم دلوقتي بالمرأة المصرية. سببه ايه رغم ان المرأة المصرية شاركت في الثورتين ونزلت في الثورتين؟ تقريبا ده بيعتمد على التربية. التربية ايه؟ في البيت يعني؟ في البيت يعني. انا لو عودت لو الطفل الصغير يعني كبرت المكان عنده مكانة المرأة وكده، تقريبا ده هيكون ليه دور كبير. لكن احنا في التربية ما بنهتمش. يعني الولد بيكون فوق والبنت بتكون تحت. الولد اهم من البنت وهو ليه المزال افضل. يعني بنطلع بقى البنت اقل والولد فوق والكلام ده كله. يعني علي الكردي، انت مفروض عندك ولاد وربيت على كده، فضلت الولد عن البنت؟ لا طبعا. لا، ما انت هتقول قدام الكاميرا لا طبعا. بس احنا كلنا ذكوريين والولد مفضل على البنت، والميراث الراجل بياخده البنت ما بتاخدوش في الصعيد. انا عندي البنت مفضله عن. يبقى انت حاله استثنائيه. طيب اتفضل. وحيده. بس المايك بسرعه. هو بس اسمح مساء الخير اولا. انا بس اضيف حاجه للاستاذه، بس انا حاسس ليا جايه النهارده في الحلقه تحامل على النظام السابق. طب انا هبين حاجه بس جدا للمراه. النظام السابق اللي هو ايه؟ مرسي. قلنا في سابق في اسبق. النظام السابق كان اشهر حد فيه شغال مع مرسي ومعروف بكلام الشرقاوي. بكلام دي مش انثى ولا امراه ولا مين، بكلام الشرقاوي دي كانت مشهوره جدا مع مرسي شغال. حاجه تانية، الموضوع انا حاسس المراه يا استاذ محمد هي اللي حاسه ان مالهاش دور في المجتمع. ازاي المراه مالهاش دور في المجتمع؟ انت بتقول الموضوع ذكوري، انا كراجل ذكوري ازاي؟ ما هو مين اللي تخلى الذكر او الولد ده او الرجل اللي نشا في المجتمع؟ ما هي المجتمع وراء كل عظيم ايه يا استاذ محمد؟ ما هي ثقافه المجتمع، ما ده اللي احنا قلناه في البدايه. بس عايز اقول لك ايضا بعد اذنك ياسمين، هي باكينام عملت ايه للمراه ورغم انها كانت موجوده في اصل المشاركه؟ مشاركه كان في مشاركه. انت حضرتك بتتكلم عن مشاركه المراه، كانت في مشاركه المراه يعني المراه مشاركه نسبتها قد ايه المجتمع؟ لا، المراه موجوده،
المرأة موجودة في المجتمع في أي مجال مهني في أي مجال هتلاقي المرأة موجودة في الثورات عدد أكبر في الانتخابات نسبة أكبر للسيدات. مش عاوزين يا أستاذة نقول إن لا إن مفيش تمثيل بالعكس في كل مجال في ما فيه تمثيل للسيدات. للسيدات أنت تقصد كمشاركة كناخب طيب ولا طيب. في كل المجالات موجودة مشاركة للسيدات. أنا حاسس دي النسبة بقى إيه إن السيدات بيحسوا إن هم مش مشاركين أو دي حاجة نفسية فيهم. لكن أنا لا بس إحنا فعلا بنعيش في مجتمع يعني أنت لما هتروح وهتدي صوتك في الانتخابات مش أنت حضرتك تحديدا ولو قدامك راجل وست الراجل بيفوت تفضل بس دايما اللي بيرفع إيده يروح واخد المايك من بدري يعني تفضل. مساء الخير. انا لازم نعترف ان احنا عايشين في مجتمع ذكوري يمكن مش بس في مصر في العالم كله وده ما يمنعش ان المرأة دورها لا يقل اهمية عن الراجل في اي حاجة. النتيجة ايه؟ بس انا ليا تعليق. جهات كتير قوي وجمعيات كتير قوي بتحارب علشان تظهر دور المرأة وتاخد حق المرأة. طريقة الـ ان انا عايز اكليم الحق ده او يعني احصل عليه مش يعني مش هتبقى افكتيف قوي لو انا عمال بتكلم عن ازاي ان المرأة مش واخدة حقها. لا انا من وجهة نظري الشخصية وريني qualifications وريني المرأة فنانة وريني المرأة دكتورة وريني المرأة قادرة انها تديني product في المجتمع based على ده هي مساوية للرجل. أصل أنا بس بقيلي دقيقة ولازم أخد تعليق من ضيفتي ياسمين الخطيب الكاتبة والفنانة التشكيلية. هل وبيقولك إن أنا لازم أشوف برضو إن المرأة المصرية موجودة في مجالات متعددة علشان حتى أبدأ أتبنى قضايا. هي موجودة في مجالات متعددة بالفعل لكن دايما بتلقى اضطهاد وتربص في أي مجال بتنجح فيه بشكل عام وبشكل خاص في المجالات الأكثرية فيها للرجال. بس عايز أقولك شخصيات زي كده لم تلقى اضطهاد رغم أنها شخصيات كلها فنية زي أم كلثوم بدي شخصيات كلها فنية. لا الأميرة فاطمة دي اللي أسست جامعة القاهرة النبوية موسى يعني أنا قصدي ده دور كبير على المرأة نفسها أنها تستطيع أن تعرض قضاياها بشكل أفضل وربما ده يكون من دور جمعيتك الجديده ان شاء الله. وانا بحيي جمعيتك يعني ميرسي. كل سنه وانت طيبه وبشكرك ياسمين الخطيب الكاتبه والفنانه التشكيليه. بشكر حضراتكم على تشريفي النهارده واتمنى ان نتواصل دائما. جمهوري في البيوت اللي بيشوفوني اقول لهم اشوفكم بكره على خير وحلقه جديده من مساء الخير. Thank you.